خلونا دلوقتي نصبح على هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا هالة. صباح الفل يا عبدو. صباح الفل يا منة. الأخبار صباح الفل يا الأخبار حر يا هالة. أنت بس أغسطس بيخلص خلاص يا منة. هنت يعني حر ورطوبة. على العموم احنا هنستعرض مع حضراتكم كده الأول جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية. هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. متوقع درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة توصل 35 درجة وأقل درجة في مطروح 30 درجة. كمان في فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة هتكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان اللي العظمى فيها هتوصل 44 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية. نبدا كالمعتاد باهم الاحداث اللي حصلت امبارح. مجلس الوزراء وافق في اجتماعه بالامس على تحديد قيمه الحصه فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين عشان تكون بقيمه 50 جنيه. من اخبارنا كمان من امبارح خلال اجتماع مجلس الوزراء تم استعراض تقرير عن الحاله الوبائيه لفيروس جدري القرده. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف اهم التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح. مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين اللي هيقوموا بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة 50 جنيه. وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيه ل 50 جنيه للحصة الواحدة. امبارح ايضا خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنميه البشريه وزير الصحه والسكان تقرير عن الحاله الوبائيه لفيروس جدري القرده. وفيما يتعلق بالموقف الوبائي للفيروس في مصر اكد الوزير انه طوال عام 2024 وحتى تاريخه لا توجد لدينا حالات مصابه بفيروس جدري القرده. وفي هذا السياق استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بشأن مرض جدري القردة مشيرا إلى أنه تم تحديث ونشر الدليل الإرشادي للتعامل مع الفيروس كما تم تحديثه مرة أخرى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ العالمية وتم نشر الدليل الإرشادي في جميع المحافظات بتاريخ 18 أغسطس 2024. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بالفريق ديمتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. وفي سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين وحضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليوناني والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم تماشياً مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية لجامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة الدقهلية تم افتتاح المعرض الخامس لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات البدوية والتراثية. أما في بني سويف أطلقت مديرية الصحة والسكان مبادرة 20 دقيقة تنقذ حياة لتعزيز خدمات القطاع داخل المحافظة. كمان أطلقت جامعة طنطا 12 قافلة تنموية شاملة خلال الخمس أسابيع الأخيرة لقرى المرحلة الثانية في حياة كريمة. وفي اسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية مجانية بوحدة أبيس. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار
أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة الدقهلية تم افتتاح المعرض الخامس لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية المقام داخل مكتبة مصر العامة بالمنصورة، وتقرر مد فترة المعرض لحين انتهاء العارضين من بيع كافة منتجاتهم، خاصة أن الرئيس السيسي يولي المنتجات اليدوية والتراثية والعاملين بها اهتمام بالغ من خلال تقديم الدعم الكامل ليهم، ومنذ أول يوم عمل له عمل على توفير كافة متطلباتهم ووجه بوضع خطة لتسويق منتجاتهم لتشجيعهم على مواصلة الإنتاج. في بني سويف أطلقت مديرية الصحة والسكان مبادرة 20 دقيقة تنقذ حياة لتعزيز خدمات القطاع في المحافظة، تماشياً مع رؤية القيادة السياسية لرفع كفاءة ومستوى الخدمات الصحية للمواطنين اللي بتوفر دعم لمحور الاستثمار في الإنسان في المقام الأول، وحيث إن المبادرة تهدف لتعزيز دور بنوك الدم في توفير الدم ومشتقاته للمرضى، خاصة الحالات الطارئة والمزمنة، وتأمين المصابين في الحوادث والكوارث لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن، تتمثل في توفير كيس دم ومشتقاته بشكل آمن وكافي وفعال. أطلقت جامعة طنطا 12 قافلة تنموية شاملة خلال الخمس أسابيع الأخيرة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتنسيق مع محافظة الغربية ومؤسسة حياة كريمة، وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 11248 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 872 حالة لمستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان. نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية بوحدة أبيس 10 على مدار يومين بمنطقة وسط الطبية بالإسكندرية اللي بتبعد 15 كيلومتر عن أقرب مستشفى، حيث إن القافلة ضمت 8 تخصصات هي بطنة وأطفال ونساء وتنظيم أسرة وجراحة وعظام ورمد وأسنان. شارك في القافلة 48 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين ليهم، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1564 مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم. أعلنت جامعة المنوفية عن بدء التشغيل التجريبي لأحدث جهاز قسطرة قلبية بالمستشفيات الجامعية وافتتاح وحدة غسيل كلوي بمستشفى الطوارئ، وده في إطار تطوير وتحسين الخدمات الطبية والصحية اللي بتقدمها المستشفيات الجامعية، واللي بتتم وفق أعلى المعايير العالمية لتقديم أرقى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الشؤون الصحية وضع خطة لإجراء عملية الفحص الطبي الشامل اللي بتستهدف 318296 طالب وطالبة في المراحل التعليمية، وهي الصف الأول من رياض الأطفال والصف الأول بالمرحلة الابتدائية والصف الأول من المرحلة الإعدادية والصف الأول من المرحلة الثانوية. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري أعمال الإحلال والتجديد للعام المالي 2024-2025 بمحطات المياه الكبرى والصغرى لعشر محطات مياه شرب بمراكز جرجة والبلينة ودار السلام بقيمة 20.700 مليون جنيه، حيث تستهدف تلك الأعمال لارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين. شهدت محافظة الأقصر افتتاح أول مجمع خدمات حكومية بمركز أرمنت، وتم تشغيل مجمع خدمات قرية السلام لخدمة ما يزيد عن 22,000 نسمة، كما تم الانتهاء من إنشاء 13 مجمع خدمات حكومية في 13 قرية بمركزي إسنا وأرمنت ضمن حياة كريمة، وده الإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600,000 مواطن من سكان قرى المركزين، وبيضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة اللي بيتم تقديمها داخل المجمع اللي بيشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية ومجلس شعبي محلي ووحدة تضامن اجتماعي. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. وفاة سعد زغلول 23 أغسطس. في مثل هذا اليوم وبالتحديد في 23 أغسطس 1927 رحل عن عالمنا قائد ثورة 19. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع أهم الأحداث والأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الأوقاف إن موضوع خطبة الجمعة هو المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، و
وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية. من جانبها شددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز. وأكدت أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيمله، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير. النهاردة هتنطلق فعاليات الليلة الخامسة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي في 9 مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وده في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية ثقافتنا في أجازتنا. وبتحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية إحدى أعرق الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الليلة الخامسة للبرنامج، وبتقدم مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية. كمان النهاردة هيحيي فريق كايروكي حفل غنائي ضخم على مسرح يو أرينا بمدينة العالمين الجديدة ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، ومن المقرر أن يقدم كايروكي خلال الحفل باقة مميزة من أغانيهم اللي بيحبها جمهورهم، ده إلى جانب تقديم بعض أغنيات ألبوم روكس الجديد، فضلاً عن مشاركة مطرب الراب تو ليت في بداية الحفل وتقديم عدد من أغانيه الشهيرة اللي تفاعل معها الجمهور على مدار الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هلا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. تفاصيل الجو النهاردة، وهل لسه إحنا متأثرين بمنخفض الهند الموسمي؟ هو طبعا بالفعل ما زلنا متأثرين بامتداد منخفض الهند الموسمي، واللي معاه الكتل الهوائية الشمالية اللي معظمه قادم من على البحر المتوسط، عشان كده عندنا رطوبة. بالفعل نسب رطوبة مرتفعة بشكل كبير، أحيانا في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط تتجاوز 95%، ودي نسب عالية بشكل كبير. القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ما بين 80% ل 85%، وكل ما تقدمت للمحافظات الداخلية أكتر كانت نسب الرطوبة أقل، بتقل بشكل تدريجي. لكن ارتفاع نسب الرطوبة هو اللي بيخلينا نحس في الفترة دي وخاصة في شهر 8 بارتفاع قيم درجات الحرارة. يمكن احنا اليوم وخلال الأيام اللي جاية كمان قيم درجات الحرارة هتكون حول المعدلات، واللي فيها العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار متوقع أنها تسجل 35 درجة مئوية. أيوة. لكن وجود نسب رطوبة في الجو إحنا هنحسها لو تكون 38 درجة مئوية، وخاصة كمان مع وجود أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ده يخلينا نحس بالأجواء الحارة الرطبة فترة النهار في معظم المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى. شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية أو في المحافظات الداخلية أكثر، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون في فترات النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة. فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل، خاصة أن الصغرى فترة الليل بتتراوح ما بين 25 ل 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. لكن عظمة الرطوبة ونسب الرطوبة العالية اللي احنا بنقول عليها بتبقى فترة الليل كمان مش فترة النهار، فبالتالي أيضا أجواء فترة الليل بتكون أجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم محافظات الجمهورية. هيكون نشاط نسبي للرياح موجود في بعض الأماكن، يمكن احنا بعض الأماكن من محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، بعض الأماكن كمان من السواحل الشمالية ممكن نلاقي فيها نشاط للرياح، لكن سرعاته مش عالية بالشكل الكبير. يعني احنا دايما بنقول الرياح معتدلة بتنشط أحيانا، لأن سرعات الرياح لا تتجاوز 35 كيلومتر على الساعة. لكن أنا لو موجود في أماكن مفتوحة، مدن جديدة، ممكن أحس بالنشاط ده، فبالتالي ممكن يقلل إحساسي بعض الشيء بوجود نسب رطوبة، بس ده بيكون في فترة المساء وساعات الليل. كمان طبعا ما زالت الشبورة المائية ظاهرة جوية مؤثرة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وطبعا بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر. لكن هي أيضا شبورة مائية خفيفة، يعني سرعان ما بتختفي مع سطوع أشعة الشمس، نقدر نقول من 7-8 صباحا الشبورة المائية تختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق،
بدأت كمان يكون عندنا فرص لسقوط الأمطار الخفيفة في بعض المناطق الموجودة في أقصى جنوب البلاد، وتحديدا في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر في مدينتي حلايب وشلاتين، لكن هي فرص أمطار خفيفة مش مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ما فيش منها قلق تماما. كافة محافظات الجمهورية يعني لا تصل لحد السيول يا دكتورة منار؟ لا تماما مش هتصل لحد السيول، هي أمطار خفيفة بإذن الله، وزي ما قلنا بس موجودة في حلايب وشلاتين في المنطقة الموجودة في أقصى جنوب الشرق تحت جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مفيش منها قلق تماما. يعني يمكن احنا عندنا اغلب المحافظات الحمد لله فيها استقرار في الاحوال الجويه، قيم درجات الحراره ما فيهاش اي ارتفاعات ملحوظه. احنا خلاص يعني نهايات شهر 8 الفتره اللي جايه دي مش هيكون في اي موجات. لسه بقول كده الصبح والله الحمد لله، يعني هو اسبوع ينتهي فصل، يعني ينتهي الشهر 8 وذروه فصل الصيف، ونبدا تدريجي مع شهر 9 ان شاء الله نحس بشكل تدريجي. طبعا احنا مش بنقول بشكل كبير، بس نحس بشكل تدريجي ان قيم درجات الحراره بدات تنخفض، نبدا نشوف قيم درجات حراره اقل من 35 32 33، تبدا نسب الرطوبه تقل بشكل تدريجي مع وجود منخفضات جويه في طبقات الجو العليا. فالاتجاه الاكثر للحاله الجويه ان هيكون فيها تحسن خاصه في قيم درجات الحراره او في نسب الرطوبه، بس مهم جدا لسه برضو نقول نخلي بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس. لا حتى 38 اللي انا بقول محسوسه على القاهره الكبرى دي في الظل، تعرض الاشعه الشمس في فترات الظهيره من 12 الظهر ل 4 5 العصر، الفتره دي ممكن لو انا تعرضت لاشعه الشمس احس معاها بارتفاع قيم درجات الحراره، لان شده الاشعه الشمسي بتكون عاليه بشكل كبير. لو احنا بنخرج في الفتره دي نخلي بالنا بقدر الامكان يكون معنا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم طبعا الميه، ونتواجد في اماكن جيده التهويه، ده مهم جدا لاحساس نسب رطوبه اقل. كمان عندنا حركه الملاحه البحريه على البحار معتدله بشكل كبير، يمكن احنا البحر المتوسط والبحر الاحمر ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، مؤهلين تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، فعشان كده بنقول نستمتع بالاجواء اللي موجوده في كافه محافظات الجمهوريه في ظل الاستقرار كمان اللي بنعيشه في كافه المحافظات. الحمد لله طبعا، وبنشكر حضرتك شكر كبير يا دكتوره منار على النصائح الهامه. كان معانا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى كده مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره والمحافظات. القاهره هتكون العظمى فيها 35 والصغرى 25، كذلك العاصمه الاداريه 35 25، الاسكندريه 32 24، والعلمين الجديده 31 23، مطروح 30 25، ودمياط 32 25، بورسعيد 33 26، والاسماعيليه 36 24. السويس العظمى فيها هتكون 35 والصغرى 25، انما العريش 32 24، كاترين 31 18، وطابه 36 28، حلايب 35 28، وشلاتين 38 30، شرم الشيخ 39 30، والغردقه 40 29، الفيوم 37 25، وبني سويف 38 25، الوادي الجديد 42 30، واسيوط 40 25، سوهاج 41 26، وقنا 42 27، الاقصر 43 27، واسوان 44 29. دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، زي ما دكتوره منار قالت كده وطمنتنا، في استقرار كبير في الاحوال الجويه في معظم الانحاء. دلوقتي هنرجع مره ثانيه لمحمد ومنى عشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا. شكرا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي قال إن مجلس الوزراء بالأمس استعرض العديد من الموضوعات المهمة، وكان أبرزها توجيهات فخامة السيد الرئيس بخصوص الحبس الاحتياطي وتوصيات الحوار الوطني في هذا الشأن. ده شيء شديد الأهمية في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني. كمان الدكتور مدبولي قال إن تم التوافق من الحكومة على سرعة إنجاز توجيهات السيد الرئيس وإنهاء قانون الإجراءات الجنائية وإعداد التعديلات اللازمة لتحقيق الهدف ده وسرعة إرسالها لمجلس النواب. خلينا نتابع ونشوف رئيس الوزراء قال إيه. الحقيقة مجلس الوزراء استعرض العديد من الموضوعات المهمة جدا، ولكن اسمحوا لي يمكن أبدأ ب النهاردة المجلس الحقيقة استعرض توجيهات فخامة الرئيس في موضوع الحبس الاحتياطي، وده شيء كان شديد الأهمية في إطار يعني حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني. فالحقيقة يمكن إحنا توجيه سيادة الرئيس بأن إحنا كل التوصيات
اللي وردت من مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة. الحقيقة يعني النهاردة ناقشنا هذا الموضوع وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يبقى جاهز فورا بالتنسيق مع التوصيات اللي تمت من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني إن إحنا يتم إعداد التعديلات اللازمة في تحقيق هذا الهدف المهم جدا وسرعة إرسالها إن شاء الله لمجلس النواب بحيث تكون من أوائل الموضوعات اللي يتم إن شاء الله مناقشتها داخل مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي. وأعتقد هذه يعني الخطوة هي خطوة شديدة الأهمية في إطار زي ما قلت لحضراتكم يعني إيمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية للدولة المصرية حريصة كل الحرص أنها تفعلها في خلال الفترة القادمة الخاصة بحقوق الإنسان. أيضا رئيس الوزراء استعرض بعض الأنشطة الأسبوعية لمجلس الوزراء خلال المؤتمر واتكلم عن تسليم الوحدات السكنية في العالمين وإزاي أنه من 6 سنين فاتوا ما كانش فيه أصلا مدينة باسم العالمين الجديدة، وقال أن العالمين أصبحت مقصد سياحي عالمي بكل المقاييس وأن الساحل الشمالي السنة دي زاروا أكتر من 100 جنسية. كمان الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أن خطة الدولة تستهدف زيادة المقاصد السياحية واستهداف عدد كبير من السائحين وهدف مدينة العالمين الجديدة وكل المناطق الشبيهة أن تكون مقصد طوال السنة مش بس موسمي فقط ومرتبط بموسم معين وأن يتم الترويج وتشجيع المستثمرين على ذلك. حابب أن احنا يعني أستعرض بعض الأنشطة الأسبوعية اللي احنا قمنا بيها كمجلس وزراء. يمكن حضراتكم تابعتوا معانا كان هناك تسليم لعدد كبير من الوحدات الخاصة بمدينة العالمين وده كان شيء مهم جدا ان هذه المدينه يمكن الكلمه اللي انا قلتها ان هذه المدينه منذ 6 سنوات ما كانش موجود مدينه خالص على الاطلاق. النهارده الحمد لله مدينه العالمين بقت النهارده يعني مقصد سياحي بكل المقاييس، مقصد سياحي عالمي. انا عايز بس اقول لحضراتكم ان الساحل الشمالي هذا العام في اكتر من 100 جنسيه زارت ساحل الشمالي، وده النهاردة ضمن خطة الدولة لما قلنا ان احنا عايزين نزود المقاصد السياحية في مصر وان احنا نستهدف عدد كبير من السائحين. النهاردة الحمد لله الساحل الشمالي بقى النهاردة مقصد رئيسي زي ما كان دايما بنتكلم على شرم الشيخ والغردقة ومدينة القاهرة، لأ النهاردة بقى الساحل الشمالي أيضا مقصد مهم وهدف مدينة العالمين والمدن الأخرى زي رأس الحكمة وكل المشروعات إن ما يبقاش الساحل الشمالي هو منطقة موسمية يدوبك 3 شهور ولكن يبقى بجد على مدار العام هو مقصد سواء للسياحة أو حتى لعملية التنمية العمرانية. وعشان كده هدف تواجدنا في المدينة كل سنة إن احنا نشجع هذه الأفكار وإن احنا نشجع المستثمرين والقطاع الخاص سواء من مصر أو خارج مصر على الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي ونسلط الضوء ونروج زي ما بنقدر نقول لمنطقة الساحل الشمالي في مصر عشان تكون مقصد للسياحة العالمية بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة القادمة. أيضا كنت سعيد جدا جدا بوجودي في رالي السيارات الكهربائية وكنت فخور جدا بالشباب المصري. كمان دكتور مصطفى مدبولي اتكلم عن عدد من المؤشرات الاقتصادية ومنها مؤشر انخفاض البطالة اللي وصل لحوالي 6.5%. كمان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أطلق وثيقة مهمة بالإجراءات الإصلاحية اللي الدولة قامت بيها على مدار السنتين الماضيتين واللي وصلت لأكثر من 290 إجراء. كمان اتحدث رئيس الوزراء عن ان النصف الاول من سبتمبر المقبل هتعلن فيه مجلس الوزراء او هيتم فيه الاعلان من خلال وزارتي الماليه والاستثمار عن قرارات وصفها بالثوريه في مجال الاصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجاره الخارجيه. يعني انا عايز ان انا اتكلم على عدد من المؤشرات المهمه جدا الاقتصاديه. يعني حضراتكم تابعتوا ان الحمد لله مؤشر البطالة ما زال عند مستوياته المنخفضة، احنا بنتكلم ان احنا وصلنا ل 6.5%، بنتكلم على اجراءات الحقيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعني اطلق وثيقة مهمة للاجراءات الاصلاحية اللي الدولة قامت بيها على مدار السنوات 2-3 الماضيين اللي وصلت لاكثر من 290 اجراء بهدف
يعني اللي احنا بنتكلم فيه ان يبقى عندنا الدولة المصرية مرونة في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، موضوع تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي على الانطلاق بقوة شديدة جدا، تيسير الإجراءات. وزي ما وعدت حضراتكم إن شاء الله النصف الأول من سبتمبر الدولة المصرية هتعلن من خلال وزارة المالية ووزارة الاستثمار، أنا عايز أقول يعني إجراءات إن شاء الله هتكون إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية. مش عايز أستبق الأحداث في تفاصيلها، ولكن فعلا هتكون بتلبي كل طلبات القطاع الخاص والقطاع الاستثماري في هذا الشأن. دكتور مدبولي تكلم كمان عن أن الأسبوع ده شهد حدثين مهمين في قطاع الطاقة. الأول هو إطلاق أول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وده شيء مهم في تحفيز الطاقة الخضراء. كمان أعلن الدكتور مدبولي بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، واللي وضعت بصورة رسمية من قبل الدولة وأطلقتها فعليا، وإحنا متحركين جدا في هذا المجال كما صرح الدكتور مصطفى مدبولي. الحقيقة هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين جدا في قطاع الطاقة. الجزء الأول هو إطلاق أول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وده شيء مهم جدا في تحفيز الطاقة الخضراء. وأعلننا بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون أيضا، ووضعت بصورة رسمية والدولة أطلقتها، ودول إحنا متحركين بصورة كبيرة جدا في هذا المجال. النهاردة كنا يعني مجلس الوزراء اعتمد مشروعين كبار جدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين أجانب باستثمار أجنبي مباشر من الخارج، عشان نستهدف الدولة المصرية إن السنة الجاية زي ما قلت لحضراتكم أكتر من 4 جيجا إن شاء الله هيكونوا دخلوا للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة، ولكن بنتكلم على 28 جيجا على مدار الخمس إلى 7 سنوات القادمين هيدخلوا، علشان نحل بيهم جزء كبير جدا من مشكلة الطاقة اللي موجودة، لأن رؤيتنا عندنا مستهدفات واضحة 2030 يبقى هناك نسبة ليست بالقليلة لموضوع الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة. بنترجمها النهاردة خلاص لخطوات تنفيذية، مشروعات اللي بتتقدم بخطط تنفيذ بتتابع كل 6 شهور. النهاردة كل يعني أسبوع السيد وزير الكهرباء بيدخل للمجلس عشان نعتمد عدد من هذه المشروعات وبنتابع تنفيذها على الأرض، وده شيء مهم جدا في هذا الشكل. البنك المركزي أعلن عن زيادة نسبة المواطنين المشمولين ماليا ل 71.5% لغاية يونيو 2024. الأرقام أظهرت أن عدد الناس اللي عندهم حسابات مالية في البنوك أو في البريد أو محافظ إلكترونية أو بطاقات مسبقة الدفع وصل ل 48,100,000 مواطن من إجمالي 67,300,000 مواطن فوق 16 سنة، وده مقارنة ب 70.7% في ديسمبر 2023. يعني عندنا رقمين، اللي كان قبل كده موجود اللي بنقارن بيه كان 70.7 وإحنا وصلنا ل 71.5 بزيادة أكبر عن السنة اللي فاتت. حابين منا ونعرف السادة المشاهدين ونفهم كده أكتر يعني إيه المواطنين المشمولين ماليا، أو مفهوم الشمول المالي، إن هو مفهوم بدأ يتردد بشكل كبير جدا في حياتنا الفترة اللي فاتت. معانا دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. صباح الخير يا دكتور. اهلا، صباح الخير الاستاذة منى والاستاذ محمد. صباح الفل على حضرتك. يعني دلوقتي منى لسه كانت بتقول شويه ارقام التحول والزياده في عدد المواطنين المشمولين ماليا، عايزين نبسط المفهوم ده للناس اللي بتتابعنا دلوقتي، يعني ايه شمول مالي واهميه الشمول المالي؟ احنا عارفين يا استاذ محمد ان في دول كتيره قوي من الدول الناميه بيبقى فيه اقتصاد رسمي وفيه اقتصاد غير رسمي. صحيح. عادة الاقتصاد الرسمي بيبقى داخل في القنوات الرسمية في الدولة، منها التعاملات المالية بالتحديد مع البنوك أو مع البريد أو مع محافظ المحمول، المهم بيحول فلوسه في قنوات رسمية. اقتصاد غير الرسمي ما بيبانش، ليه؟ لأن فلوسه كلها بتتعامل كاش. فإذا مبدأ الشمول المالي هو مبدأ عالمي، ويمكن مصر استضافت من عدة سنوات أول مؤتمر عالمي في شرم الشيخ للشمول المالي.
ببساطة كده الشمول المالي هو إتاحة مختلف الخدمات الحكومية، سواء بقى بنوك أو شركات تأمين أو شركات محمول أو بريد وغيرها، أو حتى الجهات اللي بتدي قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة زي بعض البنوك العامة، وكمان زي الجهات الخاصة اللي بتدعم مشاريع الصغيرة وريادة الأعمال. كل ما أتحت الخدمات المالية دي للمواطنين، بس أهم حاجة تكلفة مناسبة وجودة. طب أنا بعمل ليه للمواطن كده؟ عشان أمكنه من إدارة أمواله بشكل آمن. صحيح. طب واحد يقول يعني إيه إدارة أمواله بشكل آمن؟ إحنا شفنا في السنوات الأخيرة دي يظهر واحد اسمه المستريح يلم فلوس الناس على إنه عايز يستثمرهم، ويطلع في النهاية لمؤاخذة نصب ويسرق الفلوس. طب أنا لما كحكومة كجهات رسمية كبنوك أشجع المواطن على دعم اقتصاد بلده بأنه بيحط فلوسه في البنك وهو كمان بيستثمرها من خلال شهادات استثمار بعائد يجيب له دخل كويس، أو ياخد من خلالها قروض يعمل مشاريع صغيرة ومتوسطة أو ينفذ المشروعات الخاصة بريادة الأعمال. المفهوم ده واحد يقول طب أنا هستفيد إيه كمواطن؟ أولا أنت لما بتحط فلوسك في جهات رسمية إذا طلعت من المخاطر. طبعا دي أول نقطة. النقطة الثانية، الدولة بتسعى إلى محاربة أو القضاء على الفساد تماما. الجزء الأساسي في الفساد هو الفلوس الكاش. طبعا. طيب كل ما وصلت إلى مجتمع أقل اعتمادا على الكاش يبقى أنا قللت جزء كبير جدا من الفساد، وفي نفس الوقت خط سير الفلوس معروف، اتحرك من مكان راح مكان. طبعا بتبقى كلها تعاملات كمان رقمية ومكشوفة واضحة. دي أول نقطة. النقطة الثانية، أنا هنا بزود الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لأن كل ما الفلوس دخلت في قنوات رسمية الحكومة بتاخد هذه الفلوس وتعيد استثمارها في مشروعات قومية في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الخدمات الحكومية للمواطن بشكل عام، وكمان بيخلي الحكومة تقدر تضع سياسات مالية لتحقيق رؤية مصر 2030، لأن في الحالة دي بتبقى طالما الفلوس جوه البنوك مش خارج القنوات الرسمية، لأن في جهات كثيرة جدا من الاقتصاد غير الرسمي بيبقى فلوسه كلها كاش عينها داخل مخزنه، داخل شركته، داخل مقر ليه. وهنا أقدر كمان أطبق منظومة الحوكمة بما فيها من شفافية، بما فيها من محاربة الفساد، بما فيها المساواة ما بين المواطنين، المساواة ما بين الرجل والمرأة. زي ما حضرتك قلت يا أستاذة منة، النهاردة عدد سكان مصر طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حوالي 106 مليون. مين هو المقصود بالشمول المالي؟ أي شخص يحق له فتح حساب لازم يكون عنده 16 سنة أو أكثر. طيب إحنا عدد المواطنين أو عدد السكان في مصر اللي أكثر من 16 سنة حوالي 67.3 مليون. طيب لما يكون أنا عندي ناس ليها حسابات مالية في جميع القنوات الشرعية حوالي 48 مليون و100 ألف زي ما حضرتك قلتي، دي نسبة عالية جدا. النسبة دي هي معدل الشمول المالي العالمي اللي هي بالنسبة لينا وصلنا إلى 71.5%، وأنا كده إحنا وصلنا للمعدل العالمي. ده بيندرج تحت يا دكتور البطاقات مسبقة الدفع اللي موجودة للشباب تحت 16 سنة أو للأطفال الأكبر شوية، في بطاقات مسبقة الدفع يمكن بتبقى زي، مش عارفة بقى مسموح لنا نقول أسامي فيها ولا لا، زي يعني بعيدا عن الأسماء بتبقى في بطاقات مسبقة الدفع بتحق للأطفال كمان أنهم يبقوا شايلينها. هو طبعا زي ما حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا. إحنا على فكرة كان معدل الشمول المالي من 6 سنين كنا حوالي 37%. طب البنك المركزي مع الجهات الرسمية المالية في مصر وضعوا خطط شوية، طب أزود الكلام ده إزاي؟ أدي تسهيلات لمجموعة الشباب والمرأة اللي شغالة في المهن اليدوية. صحيح. دي أول نقطة. النقطة الثانية، جميع المساعدات الحكومية زي تكافل وغرامة وغيرها كان الزمان بتتاخد بأساليب يدوية، النهاردة عملوا لهم بطاقات مسبقة الدفع. وأهم بطاقة وهي بطاقة حكومية بطاقة ميزة. بطاقة ميزة دي اللي هي
كل الناس اللي بتاخد خدمات حكومية ومساعدات بشكل أو بآخر. تمام. ده وصل عندنا طفرة كبيرة جدا في زيادة عدد المواطنين اللي حاصلين، وأهم صحيح. نسبة زادوا هي نسبة السيدات. السيدات يعني لو السيدات زادوا أكتر من 63%، الشباب كمان ارتفعت والشباب. نسبة المشمولين ل 51.7. وكمان حضرتك أشرت لنقطة مهمة، فكرة أصحاب الحرف والأعمال اليدوية، أن أنا ممكن أيسر لهم ويفتحوا حسابات برقم القومي، ده بيزود أو بيدمج عدد كبير جدا من العاملين في الاقتصاد الموازي أو الغير رسمي. هو فعلا يا أستاذ محمد زي ما حضرتك قلت النهاردة، الحكومة حطت بدائل كثيرة جدا للتعاملات المالية، سواء من البنك المركزي والبنوك التابعة له أو الجهات الأخرى اللي بتدي نوع من القروض وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. اللي أنا أقصده النهاردة إحنا وصلنا إلى المعدل العالمي، ده نسبة ممتازة جدا، لكن إحنا عايزين وعي بقى. النهاردة يا أستاذ محمد ظهر مصطلح عام من الشمول المالي. الشمول المالي ده مازال مصطلح عالمي لكن بقى قديم شوية. المصطلح الجديد اسمه الشمول المالي الرقمي. بمعنى ايه؟ ان مش مجرد ان انا فاتح حساب في بنك وحاطط مثلا 1000 جنيه وسبتهم عده سنوات يبقى مشمول شمول مالي، انا ما بعملش فيه خدمات ولا بسحب ولا بستثمر ولا في حاجه خالص. لا بقى، يقول لك النهارده الشمول المالي الرقمي هي عدد السكان اللي بيتعاملوا رقميا مع البنوك. لازم يكون عندك محفظه، لازم يكون مشتغل في شبكه اللي عملتها البنك المركزي، لازم تكون بتتعامل رقميا صحيح. من بيتك، من خلال اللابتوب، من خلال الموبايل، ودي نسبة بقى لسه منخفضة في العالم كله. صحيح. يعني معدلات الشمول المالي في مصر بس من 2016 لحد النهاردة زادت بنسبة 161%، وبدأ دخول مفهوم الشمول المالي الرقمي أكتر في قطاعات عديدة في المجتمع. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. صباح الخير على حضرتك. مشاهدينا الساعة دلوقتي 8 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز الأهم الأنباء مع هالة. تفضل يا هالة. شكرا منا. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن توجيهات الرئيس السيسي أكدت على ضرورة سرعة إنهاء التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومنها الحبس الاحتياطي بالتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، شدد مدبولي على أن تلك التعديلات سيتم الانتهاء منها وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها والبت فيها. وفي سياق آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء حوافز للصناعة الوطنية من بينها صناعة السيارات، منوها بأن الدولة تقوم بإدخال كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الساحل الشمالي هذا العام صار مقصدا لأكثر من 100 جنسية مختلفة، مما يأتي ضمن مخطط الدولة لتنويع المقاصد السياحية المصرية. أعلنت إسرائيل أن وفدا أمنيا رفيعا وصل إلى مصر لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال عمير دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشبك رونين بار موجودان حاليا في القاهرة، حيث يفاوضان للدفع قدما نحو اتفاق للإفراج عن المحتجزين. وتأتي الجولة بعد جولة أخرى مماثلة عقدت في العاصمة القطرية، كما تأتي بعد انتهاء جولة شرق أوسطية جديدة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل تحاول تهيئة الظروف للاحتلال الدائم والاستيلاء على مزيد من الأراضي، وذلك تحت ستار مفاوضات وقف إطلاق النار. وذكرت ألبانيز أن المطلعين على التاريخ الفلسطيني سيدركون ماذا حدث بالفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وسيشاهدون مثالا حيا للاستعمار الاستيطاني.
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن ما يقرب من 90% من سكان قطاع غزة نزحوا منذ أكتوبر 2023، وأوضحت المفوضية أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع حاليا، مضيفة أنه تم دفع سكان غزة إلى مساحة ضيقة لا تعادل سوى عشر مساحة القطاع. قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت 53 هجوما على مواقع على جبهة بوكروفسك في شرق أوكرانيا. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في بيان إن الاستيلاء على بوكروفسك التي تقترب منها القوات الروسية بوتيرة مضطردة لا يزال محورا رئيسيا للجهود الروسية في أوكرانيا. وفي مناطق أخرى في الشرق هاجمت القوات الروسية مواقع أوكرانية بالقرب من تجمع نيويورك السكني. وقالت روسيا في وقت سابق إنها سيطرت على التجمع السكني، لكن كييف لم تؤكد ذلك. ورياضيا، توجت لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة النسائية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الإسكندرية مرام محمد بالميدالية البرونزية في وزن 65 كيلوغراما ببطولة العالم تحت 17 عاما والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان. ونجحت البطلة المصرية في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطلة الصين بالتثبيت بنتيجة 10-0. وكانت مرام محمد قد فازت في الدور ثمن النهائي على بطلة تونس بالتثبيت، كما حققت الفوز على بطلة تركيا في ربع النهائي، وخسرت في نصف النهائي من بطلة الهند لتنافس على البرونزية. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. في السنين الأخيرة شفنا اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية في مصر، ده ظهر من خلال المشروعات الكبيرة اللي بتنفذ على مستوى الدولة. واحد من أهم المشروعات دي هو مشروع تطوير الرعايات والحضانات والطوارئ، اللي هدفه أنه يدعم ويوفر الرعايات المركزة والحضانات في كل أنحاء الجمهورية. المشروع ده بيحاول يوفر الرعاية الطبية الضرورية للحالات الحرجة وللأطفال حديثي الولادة في كل مكان في مصر. وزي ما أعلنت وزارة الصحة، تم زيادة عدد الرعايات المركزة والحضانات في 6 محافظات، وكمان زاد أعداد الناس اللي بيتم تسجيلهم على منظومة العناية الفائقة. عشان كده خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعايات الحرجة. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا. صباح النور عليك وصباح الخير على كل المصريين. صباح النور دكتور. كنا بشدة الحاجة لمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، لأن قعدنا فترات طويلة نسمع أن الناس بتبقى قاعدة محتاسة بتحاول تدور على سرير في الطوارئ أو على حضانة لأطفال حديث الولادة، فأعتقد إحنا كنا بشدة الحاجة لهذا المشروع. تمام كده يا فندم، هو المشروع ده كان معمول لخدمة المرضى لسرعة الاستجابة والوصول ليهم بأسرع طريقة وأسهل طريقة. نحب نعرف على كده ان مشروع رعايات مصر ده تابع للرعايه الحرجه. هي الرعايه الحرجه دي كانت في البدايه عباره عن عده ادارات فيها سموم، وكان هو الخط الساشن 137 وغرفه الازمات وغرفه التحكم الرئيسي للابلاغ عن الحوادث. الفكره جت ان احنا نعمل دمج لكل الادارات دي للتسهيل على المواطن والمريض للوصول الينا، ومن هنا جت فكره مشروع رعايات مصر، دمج جميع الغرف والادارات بالادارة. طب دكتور محمد، حابين نعرف من حضرتك شويه ارقام كده تفاصيل، يعني كم غرفه رعايه وحضانه الطوارئ موجوده، والمستهدف الفتره اللي جايه ان شاء الله لتطوير هذه المنظومه ان احنا نصل الى كم غرفه مستقبلا؟ احنا الحمد لله كده عندنا عدد سرير رعايه اكثر من 6000 سرير رعايه في المستشفيات الحكوميه. عندنا ما يفوق عن 1200 حضانه برضو في المستشفيات الحكوميه. ده على مستوى الجمهوريه كلها؟ مستوى الجمهورية ما يفوق عن 6000 وما يفوق عن 1200. طيب فكرة ان احنا نعمل تطوير وفكرة ان احنا نزود هذا العدد، الهدف منه دكتور انه هو اتعمل ازاي؟ يعني عشان نقدر نزود اعداد الحضانات ونزود اعداد اسرة الرعاية المركزة، اعتقد ان ده ما كانش سهل، او اعتقد ان هو ما كانش جاء وليد اللحظة. يعني هي التعليمات من معالي النائب مجلس الوزراء معالي الوزير الصحة، احنا بنعمل دراسات دوريه بنشوف اكتر المحافظات الاحتياج،
في عندنا الإدارة العامة للمشروعات وزارة الأسرة مساعد وزير الصحة الدكتور أنور، هو بيعمل معانا المشروعات، بيعمل معانا الخطط على فترات، بيشوف الاحتياجات وبيدرسها مع بعض. بيتم الدعم المستشفيات بالسراير والحضانات المتاحة والمطلوبة للمرضى. طب دكتور محمد، احنا فين من المستويات العالمية في الاستجابة للطوارئ؟ يعني في مدة معينة المفروض يتم الاستجابة فيها سريعا وتوفير غرفة للطوارئ والرعاية المركزة تحديدا. احنا فين من المعدلات العالمية، والمعدل الحالي بيستغرق قد ايه وقت عشان نوفر غرفة رعاية مركزة؟ هو كوقت المريض عندي مش رقم، هو عندي كحالة، وضع الحالة ايه، محتاجة سرعة استجابة في وقت زمن قد ايه. يعني انا عندي كل المرضى مش كل زمن الاستجابة موحد معهم، انا في حالات طارئة جدا بنسكنها متوسط زمني سريع، يعني اول ما يجي لي الطلب احنا بنشتغل على حالتك حوادث الحرجة اللي بتبقى في الطوارئ محتاجة تدخل وعملية وحاجز رعاية، دي بنشتغل عليها فورا وبتسكن في توقيتات عالية جدا. يعني متوسط ممكن في خلال ساعة أو ساعتين الحالات الطارئة اللي في الحوادث دي احنا بنسكنها بسرعة جدا، ليها أولوية أولى. وبنصنف المرضى مش كله ليه نفس التوقيت، في حالات ممكن تنتظر، في حالات أولوية أولى عنها، في حالات زي حالات الجلطات أو كده دي بيتعامل معها مع الطوارئ مع مزيبيات وبتحتاج بعد كده رعاية بعد فترة مش وقت حالي فوري. دكتور، واحد من الحاجات المهمة اللي بتركز عليها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة هو اللامركزية، يعني مش علشان واحد ياخد علاج كويس أو يلاقي له مكان في مستشفى كويسة لازم ينزل عواصم المحافظات. أعتقد أن الموضوع اختلف تماما مع وجود عدالة وتوزيع للمراكز الصحية وللأسرة، سواء بقى رعاية مركزة أو حضانات على مستوى المحافظات المختلفة حتى المحافظات الحدودية. أوضح لحضرتك، كان في الأول المريض كان بياخد بيخش الطوارئ المستشفى، بيجيب تقرير، بيقعد يلف على المستشفيات الحكومية، سيان بقى المريض معاه أو لأ، بيلف على كذا مكان، ممكن يطلع بره المحافظة يشوف مكان. إحنا دلوقتي بالتعليمات إن مفيش مستشفى عيان يطلع بره غرفة الطوارئ في المستشفى، المستشفى بتكود العيان، بتدفع جميع تحاليله وإشاعاته اللي معمولة. إحنا كغرفة مركزية للرعايات بنعرض التقارير والحاجات دي على جميع المستشفيات، اقرب مستشفى ليه وانسب مستشفى للحاله اللي مطلوب لها الخدمه فيها. يعني المريض ما بقاش يلف خلاص، احنا لكن بقى في دلوقتي اسره مجهزه على الاقل في كل محافظه يقدر فيها العيان يلاقي الحل عنده. كل محافظه متغطيه نفسها بعدد السراير والحضانات، واحنا بنشيل في الاولويه الاولى موضوع الحضانات، يبقى الطفل اقرب لمكان سكنه. طبعا طب ده بيحتاج دكتور محمد فكرة التنسيق والتعاون ما بين كافة القطاعات العلاجية، المستشفيات الجامعية، المستشفيات الحكومية، ازاي ده بيتم، وبيتم ازاي الربط على المنظومة الإلكترونية كمان عشان أعرف الأماكن الشاغرة لسراير الرعاية المركزة في الخريطة كلها المصرية؟ احنا الحمد لله بفضل ربنا عندنا غرفة العمليات، غرفة رعايات مصر مضبوطة في السيستم، كل المستشفيات بتنزل عدد السراير المتاحة والفاضية والمشغولة، عندنا جميع المنسقين من كل الجهات متواجدة في الغرفة، وإحنا تم من خلال 10 أيام اللي فاتوا تم إضافة هيئة الرعاية الصحية معانا في مشروع الرعايات للحالات اللي ليها تأمين صحي شامل، بننسق لها على مستشفياتها. كله بيتعاون، عندنا غرفة الدم، توفر الدم للمواطن لو احتاجه في اي مكان، بيتصل بنقول له اه مكان ليك التفصيله اللي حضرتك موجوده فين، مش بقاش يلف الاول على كل مركز دم يشوف التفصيله. عندنا غرفه السموم بتتابع الناس في حالات السموم في الطوارئ وبتدي التعليمات للناس او مع المستشفى بتتابع الحاله اول باول. طيب دكتور، وجود قاعده بيانات دي واحد من الحاجات اللي كنا مفتقدينها، واعتقد انها مؤخرا بقت موجوده، الربط الالكتروني ما بين العنايه المركزه او الرعايات المركزه في مختلف المستشفيات، ده بيساعد على ان المريض يتلقى العنايه الطبيه بسرعه بحيث ان احنا نقدر نوصل لمرحله ان احنا نلحق الحالات اول ما بتوصل لنا على طول؟ تمام يا فندم، زي ما قلت لحضرتك في الاول احنا بنعمل تصنيف للحالات والربط عن طريق المنظومة عندنا في الرعاية الحرجة بيبقى مربوط، وعندنا دلوقتي الحمد لله بفضل ربنا عندنا حوكمة داخلية جوه الإدارة عندنا في المشروع الرعايات، وفي حوكمة خارجية بناء تعليمات معالي نائب وزير الصحة بالمرور، وبيحصل عندنا داتا أناليسيس بتحلل كل الحالات وبتتابع وبتتراجع جوه وبره،
وبيحصل لجان مرور على المستشفيات لمتابعة الأسرة الخيالية والتسكين عليها فورا. عظيم، كل الشكر ليك الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، شكرا جزيلا ليك. في إطار تعزيز العلاقات ما بين مصر وأوروبا، الهيئة العامة للاستعلامات بتنشر شهريا دورية اسمها أوراق أوروبية. الدورية دي بترصد وتحلل البيانات الإعلامية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي زي البرلمان الأوروبي، مجلس الاتحاد، المفوضية الأوروبية. الهيئة العامة للاستعلامات كمان قالت إن العلاقات المصرية الأوروبية عندها تاريخ طويل وشهدت تطور كبير في الفترة الأخيرة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون أستاذ أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور محمد، وصباح الخير دكتورة منى. أهلا وسهلا. يعني في البداية كلمنا عن أهمية هذا الإصدار الدورية الخاصة بأوراق أوروبية عن الهيئة العامة للاستعلامات، أهمية تبقى عندنا دورية بتبقى معنية بشكل مباشر بتحليل البيانات والأبحاث وكمان التقارير اللي بتصدر من مؤسسات الاتحاد الأوروبي. طبعا في البداية هذه الدورية هي جزء من نشاط الهيئة العامة للاستعلامات التي تغطي قصة في المناطق. هناك دوريات بحثية تخص أفريقيا، أفاق أفريقية، هناك أيضا دوريات تخص الدائرة العربية، أفاق عربية، وغيرها من الدوائر التي تعكس حقيقة اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات مع كافة دوائر السياسة الخارجية المصرية. وبالتالي يأتي هنا إصدار أوراق أوروبية لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي يحتلها الاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية المصرية. نتذكر في مارس الماضي تم ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والعلمية، والتي تعكس حقيقة قوة ومتانة العلاقات والطفرة الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الماضية، خاصة في عهد الرئيس السيسي. وأصبح أوروبا حقيقة، ونعرف أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر. صحيح. حجم التجارة بين الجانبين يتجاوز ما يقارب 33 مليار دولار. هناك استثمارات أوروبية ضخمة في مصر حقيقة، وهناك أيضا علاقات مصرية متميزة مع الدول الأوروبية كفرادة، علاقات ثنائية سواء فرنسا، ألمانيا وغيرها من الدول، والتي تعكس أيضا تنويع مصر أيضا لداخل الاتحاد الأوروبي. يعني هناك الآن علاقات قوية مع دول وسط أوروبا ودول شرق أوروبا، مجموعة الفيشغراد، هناك أيضا العلاقات المصرية اليونانية القبرصية. وبالتالي أوروبا تمثل أهمية كبيرة حقيقة، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاستراتيجية، من ناحية الاستثمارات وتعظيم الفرص المتبادلة، خاصة طبعا في مجال الطاقة وأيضا مجال الطاقة المتجددة. صحيح. التي تمثل مصر مركزا مهما فيها، ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الجانب المصري. ايضا هناك تحديات وقضايا مشتركه مثل قضيه الهجره غير القانونيه او غير النظاميه، والتي يقدر الاتحاد الاوروبي كثيرا الدور المصري في مواجهه هذه الظاهره التي بتعكس تحديا، وايضا تمثل ايضا يعني مهام مشتركه فيما يتعلق بالمقاربه المصريه والتعامل مع الهجره من المنبع من خلال. طب دكتور لو سمحت، عايزه اعرف تعزيزا لكلام حضرتك وتاكيدا لكلام حضرتك، احنا بنتكلم عن علاقات تعاون كبيره بين مصر والاتحاد الاوروبي، ايه اللي نقدر نعمله لمزيد من التعزيز ومزيد من تنميه هذه العلاقات في المجالات المختلفه؟ بالطبع هناك مجالات كثيرة للتعاون، مجالات كثيرة في مجال على سبيل المثال في مجال الاستثمار وفي مجال الاقتصادي. مصر طبعا تمثل أيضا يعني نقطة مهمة للاتحاد الأوروبي للاستثمارات، خاصة أن اقتصاد مصر اقتصاد واعد بشهادة المنظمات الدولية. هناك الآن الاقتصاد يحقق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لظل مصر هي دائما بيئة الاستقرار، هي البيئة الجاذبة والواعدة للاستثمارات خاصة الأوروبية، خاصة في مجال المشروعات القومية الكبرى في محور التنمية في قناة السويس، في العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات. هناك أيضا مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر، وهي أيضا مجالات واعدة، ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على مصر أيضا في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، كلها تمثل مجالات مهمة حقيقة. وبالتالي اقتصاديا هناك مجالات كثيرة، مصر أيضا تعول أيضا على تعزيز علاقتها مع الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في ظل دبلوماسية التنمية
التي يتبعها الرئيس السيسي، وهي توظيف علاقات مصر الجيدة والقوية مع كافة دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية في الداخل، جذب الاستثمارات الخارجية، فتح آفاق أمام السلع والمنتجات المصرية، وبالتالي هي تمثل مهم. أيضا من الناحية السياسية والاستراتيجية، أوروبا تمثل جوار مباشر، وهناك مصلحة مصرية أوروبية في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة في حل القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي وغيرها من الأمور التي تمثل أهمية مركزية بين الجانبين. طيب دكتور أحمد، زي ما حضرتك وضحت لنا، يعني الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول، علاقات سياسية متميزة ما بين دول الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية. صدور أوراق أوروبية بيعني إيه لمجتمع الباحثين في مصر؟ يعني باحثين العلوم السياسية المهتم بالشأن السياسي، حتى الصحفيين والإعلاميين لما يكون في دورية بتاع يعني معنية بتحليل التقارير اللي بتصدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية أو غيره، إتاحة المعلومات وتحليل البيانات، ده بيمثل إيه لمجتمع الصحفيين والباحثين في مصر؟ هو بالطبع يمثل أهمية كبيرة حقيقة، ليس فقط مجتمع الصحفيين والباحثين، لو هو طبعا هو يمثل إضافة معلوماتية، يقوم بتحليل البيانات والتقارير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، سواء البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، ويقدم أيضا دراسات حول طبيعة القضية في الاتحاد الأوروبي، القضية المشتركة خاصة فيما يتعلق بفرص التعاون الاقتصادي، فيما يتعلق أيضا بالتحديات، قضايا مثلا الهجرة غير النظامية، قضايا أيضا متعلقة بتوجهات السياسية في الاتحاد الأوروبي مثل صعود مثلا اليمين المتطرف وتأثيراتها على العلاقات وغيرها من القضايا الشائكة والمهمة التي تمثل أهمية كبيرة. هو أيضا يقدم خدمة أيضا لمجتمع المستثمرين في المجال الاقتصادي من خلال البيانات والفرص المهمة في دول الاتحاد الأوروبي، فيها فرص الاستثمار، بالتالي هي تمثل يعني إضافة مهمة للمجتمع البحثي، تمثل إضافة مهمة أيضا في كيفية فهم الاتحاد الأوروبي وتعزيز القيم المشتركة وتعزيز التعاون وإتاحة المعلومات وإتاحة يعني الخلفيات. لأننا نتكلم عن الاتحاد الأوروبي نتكلم عن 27 دولة، وبالتالي أن تكون هناك دورية متخصصة بتعكس خصوصية كل دولة داخل الاتحاد الأوروبي، هذا مهم، يعني ليس كتلة واحدة نتعامل معه الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك أيضا طبعا واختلافات من السياسات الداخلية وهنا تبرز أهمية هذه الدورية حقيقة في إتاحة المعلومات، الدراسات، التحليلات، التنبؤ، السيناريوهات المستقبلية، تقديم سبل اللي أيضا تخدم صانع القرار فيما يتعلق بالفرص الواعدة وتعزيز هذه الفرص، وهي تمثل بالطبع أهمية كبيرة وتعكس حقيقة الدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات. طيب دكتور، فكرة وجود فهم للسياسات الأوروبية ده ممكن يعظم الفائدة للتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، يعني كل دولة بتبقى لها سياستها الداخلية، إذا ما تكلمنا على الاتحاد الأوروبي ككيان متكامل، فهمنا لسياسته الخارجية ده يعزز من مزيد التعاون في الفترة القادمة؟ بالطبع هذا مهم طبعا، لان فهم السياسه الخارجيه للاتحاد الاوروبي يمثل اهميه كبيره في تعزيز العلاقات المتميزه بين الجانبين، يعني استراتيجيا وسياسيا هناك علاقات قويه حقيقه ومتميزه، وهناك مصالح مشتركه، وهذه العلاقات تقوم على فكره المصالح المشتركه والمنافع المتبادله. هي العلاقات الدوليه الان الاقتصاد هو يحكم السياسه، والذي يدفع الاتحاد الاوروبي الى يعني الانفتاح اكثر على مصر وبناء شراكات اقتصاديه واستراتيجيه، هو ان مصر تمثل أيضا قوة اقتصادية مهمة، تمثل بوابة للاستقرار في الشرق الأوسط، تمثل أيضا بوابة مهمة للاتحاد الأوروبي نحو أفريقيا، وكل هذا بيعكس حقيقة هذا الدافع. هناك أيضا تحديات الهجرة غير النظامية، وهناك تحديات الخاصة بمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وهناك تحديات خاصة بمواجهة الصراعات، كلها تهم أيضا الاتحاد الأوروبي، وهناك اتفاق بين الأمرين، وبالتالي مثل هذه الدورية أن تقدم فهم للسياسات الأوروبية، خاصة أن العالم الآن يمر بمتغيرات كبيرة، هناك الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاتحاد الأوروبي، وتأثير ذلك أيضا على العلاقات بين الأمرين، يعني العالم يعيش بموجة من التغيرات المهمة سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو حتى في آسيا، كلها تعكس أهمية كبيرة لهذه الدراسات والتحليلات وسبل دعم تعزيز المصالح المصرية في الخارج. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور أحمد سيد أحمد المتخصص في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك. الآن موعدنا مع موجز سريع كده لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا مع هالة الحملاوي، تفضلي هالة. شكرا عبدو، أهلا بكم في موجز لأهم أخبار الرياضة محليا وعالميا. فريق المصري البورسعيدي اتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق فاركو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن دور الثمانية للبطولة.
رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت اختيار كريم فؤاد لاعب فريق الأهلي كأفضل مدافع أيسر في بطولة الدوري المصري الممتاز دوري النسخة نايل الماضية عقب استفتاء من قبل الجمهور. فريق قطر حصد أول 3 نقاط ليه في الدوري في الموسم الحالي بعد ما حقق الفوز على فريق الشمال بنتيجة 1-0. أحرز الهدف أحمد عبد القادر في الدقيقة 46 من المباراة واللي أقيمت في الجولة الثالثة لبطولة الدوري القطري. مرام محمد لاعبة المنتخب المصري للمصارعة النسائية والمشروع القومي للموهبة حققت الميدالية البرونزية في وزن 65 كيلو ببطولة العالم تحت 17 سنة واللي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان. هتستمر البطولة لغاية 25 أغسطس الجاري. نجحت مرام محمد في حصد الميدالية البرونزية بعد ما فازت على بطلة الصين بالتثبيت بنتيجة 10-0. كمان نجحت رحمة مجدي لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية في التأهل لنصف نهائي منافسات وزن 69 كيلو ببطولة العالم تحت 17 سنة في مدينة عمان بالأردن. معتز وائل الطالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري توج بالميدالية الذهبية في منافسات فريق فردي الطلبة ببطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث والمقامة حاليا في مدينة كاونس بليتوينيا. فريق تشيلسي الإنجليزي فاز على سيرفات السويسري بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت بينهم على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته 2024-2025. وكمان فريق ترابزون سبور التركي واللي بيلعب ما بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه اتعادل سلبيا مع فريق سانت جالين السويسري في المواجهة الأولى والمحددة للمتأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. حياتنا اليومية كتير بنشوف ناس بتتكلم عن أشخاص تانيين وهم مش موجودين. ساعات الكلام بيتطور والكلام ده بيجرح الناس ويدخل في أعراضهم كمان. اللي بيحصل ده بيقع تحت مسمى الغيبة والنميمة، وده طبعا قولا واحدا حرام شرعا، بس في ناس كتير بتبقى مش واخدة بالها، بتبقى عاملاه كده على سبيل النم اللي هو برضو غلط، بس بيبقوا متخيلين انه الاثم اقل وانه عقابه اقل. ده اكيد خطير وده اكيد بيأثر على علاقاتهم بربنا وكمان بالناس اللي حواليهم، لان ما حدش بيقبل ابدا انه هو يعني يعرف شخص من اللي بيتكلم في ظهر الناس. يعني من اشد انواع الاذى في الحياه الخوض في اعراض الناس، يعني ربنا يحفظنا جميعا من الفئه دي من الناس. النهارده هنتكلم في الفقره الدينيه في صباح الخير يا مصر عن خطوره الخوض في اعراض الناس، ازاي ممكن ده يضرنا ويضر المجتمع، افه من افات المجتمع. كمان هنتعرف على الحكم الشرعي اللي بيتهم حد من غير ما يكون معاه دليل، هل مسموح لي ان انا اتكلم عن الحياه الشخصيه للاخرين ولا لا؟ المساله دي ازاي بتنظم شرعيا؟ حرام شرعا ان نخوض ويبقى في غيبه ونميمه في حديث عن الناس. هنعرف تفاصيل أكتر مع فضيلة الشيخ هشام محمد المرصفي الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر النهاردة. أهلا بك. أهلا وسهلا. للأسف الشديد بنشوف ده في حياتنا، ناس بتتكلم مع بعض من غير ما تاخد بالها، بتجيب سيرة فلان الفلاني بتخوض في عرضه أو فلان الفلانية بيخوض بعرضها. شايف الظاهرة دي إزاي؟ وهل هي فعلا آفة بتزيد يعني حدتها في حياتنا يوم بعد يوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين جميعا وصباح الخير عليكم جميعا. وفي الحقيقة هذا الموضوع في غاية الخطورة، وقبل أن نخوض غمار الكلام على الخوض في الأعراض وما يعقبه من أحكام وما يترتب عليه، نبين خطورة الكلمة أولا. صحيح. لأن الله عز وجل حذر من الكلمة الخبيثة، وبين ربنا سبحانه وتعالى وضرب مثلا في القرآن الكريم للكلمة الطيبة
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة الكلمة، يقول إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة بخير، كلمة بمعروف، كلمة بالحث على أفعال الخير في شتى مناحي أبواب الخيرات. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يتحدث عن فلان، يتكلم عن فلانة، يقع في أعراض الناس، يتكلم عن أموال الناس بغير حق، لا يلقي لها بالا يهوي في النار 70 خريفا والعياذ بالله. لما كان الأمر كذلك وكانت خطورة الكلمة وخصوصا الخوض في أعراض الناس، ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة في القرآن الكريم كلنا حافظينها وأولادنا الصغار بيقرؤوها وبنصلي بيها، وهي 9 آيات، سورة الهمزة، نزلت بالخصوص لتحذير الناس من الخوض في الأعراض وحديث الناس بعضهم عن بعض. سورة اسمها سورة الهمزة، صدرها ربنا سبحانه وتعالى بعقاب شديد وتوعد لمن وقع في أعراض الناس وتكلم عنه. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة. يعني إيه همزة؟ ويعني إيه لمزة؟ قبل ما نخوض في غمار الكلام على أعراض الناس، يعني إيه همزة؟ ويعني إيه لمزة؟ العلماء يقولوا في تفسير الآية الكريمة من قول الله تعالى ويل، قالوا الويل وادي في جهنم، وادي في جهنم بعيد قعره منتن رائحته. تعريفات تانية وأحاديث تانية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن النار نفسها، النار بتستجير من هذا الوادي في اليوم أكثر من 14 مرة في هذا الوادي الذي توعد الله عز وجل الذي يقع في أعراض الناس. ويل لكل همزة، الهمزة هو الذي يقع في الناس وفي أعراضهم ويتكلم عنهم. أما اللمزة الذي يسخر من الناس، إما يسخر منه لطوله، لقصره، للونه، لما من الله عز وجل عليه. فهنا السورة الكريمة سورة الهمزة يعني تحذر من أن يخوض الناس في أعراض بعضهم البعض وأن يتكلم بعضهم عن بعض. ربنا سبحانه وتعالى رتب العقاب الشديد بضرب مثل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني أنت تتحدث عن أخيك، هل تحب أن تأكل لحم أخاك؟ فشبه ربنا سبحانه وتعالى الوقيعة في أعراض الناس والكلام عن الناس كأنك تأكل لحم أخيك هذا. طيب إيه المترتب على كده بعد ما الناس ما بتتكلم على بعض؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبين، قال صلى الله عليه وسلم: وإن من شرار الناس الذين يسعون بين الناس بالنميمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات. النمام اللي يسعى بين القتات، الذي يأكل الكلام ويقع في الناس كأنه يأكل لحم أخيه، يقتاته، يأكله. فهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن الكلمة بعد ما تكلمنا عليها وخطورة الكلمة، يقول لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في يوم من الأيام يمر بين المقابر كما يقول سيدنا ابن عباس، ورسول الله يسعى بين القبور، وقف صلى الله عليه وسلم، فلما وقف الصحابة يعني لماذا وقفت يعني هذه الوقفة يا رسول الله؟ النبي ما وقفش عادي، النبي وقف صلى الله عليه وسلم خائفا قلقا، فقال الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ لما وقفت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم عن قبرين: إنهما ليعذبان. القبرين دهم أطلعني الله عز وجل عن أن صاحب هذين القبرين يعذبان، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. يعني الحاجة التي أدخلتهم النار وعذبوا بسببها أمر ربما يكون في نظر أحدكم أمر بسيط، أمر عادي. بلى، سيدنا النبي يقول لهم: لا، اوعى تكون فاكر إن ده عادي، بلى، إنه لكبير، ده الحاجة دي كبيرة. أما أحدهما فكان الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر كان لا يتنزه من بوله. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: احفظ لسانك،
لما واحد من الصحابة بيقول له يا رسول الله أوصني، قال له صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك أو أمسك عليك لسانك. يمكن ذكر موضوع النميمة الله جل وعلا يعني ذكره في أكثر من مكان، مش فقط سورة الهمزة، يمكن في سورة القلم، يعني مثلا هماز مشاء بنميمة ناعن للخير معتد أثيم، يعني تم التوكيد على هذا الموضوع وذكره أكثر من مرة. تمام. دليل على كبر على الموضوع وعلى شدة العقاب وعلى شدة يعني الحرص على النهي. ولكن في الأعداد كده الناس بتبقى قاعدة مفكرة إنها بتفتح كلام، تمام، بتتقرب لبعض، بتعمل أرضية مشتركة بينها وبين اللي قدامها، إنها تبتدي تقول له سر كده حتى لو عن حد تاني، عشان طبعا ما حدش بيقول عن أسراره هو. نعم. فيفتحوا أرض مشتركة للكلام والطعام ويقعون في أعراض الناس يبدأ حتى لو ما وصلناش لمرحلة أعراض الناس، مجرد النميمة احنا متخيلين ان يعني مش لازم نوصل لمرحلة الأعراض والعياذ بالله، ولكن فتح الكلام ده اللي هو نتكلم عن الناس والناس. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغيبة، قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال ذكر أخاك بما يكره. فكل ما كان يكرهه أخوك وكل ما كنت تخاف أن تقوله في وجهه فهذا هو حرام قولا واحدا على إجماع العلماء، أنه حرام ما ينفعش يتقال خالص. طيب حرام مش مكروه، حرام. لا حرام حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أنه حرام بالأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى رتب عليه الوعيد الشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن عاقبة هؤلاء حين قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي، في رحلة الإسراء والمعراج بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي بأناس لهم أظفار، الأظافر من نحاس، الأظافر بتاعتهم من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، بيخربش وشه ويخربش صدره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، دول اللي بيتكلموا عن الناس، ودول الذين يلغون في أعراض الناس. الإمام الشافعي الله يرحمه رحمة واسعة ورضي الله تعالى عنه يقول إيه؟ يقول الكلمة إذا لم تخرج مني ملكتها، طالما لسه ما خرجتش مني أنا ملكها، أنا أقول اللي أنا عايزه، طالما لسه ما خرجتش مني، فإذا خرجت مني ملكتني، طالما خرجت من الإنسان ملكته. فعلشان كده الخوض في أعراض الناس لابد أننا إذا كنت في مجلس من المجالس أو في أعداء من الأعداد وسمعت حد بيتكلم على حد، لازم أرد عن عرض أخي. طب في النقطة دي معلش، عشان أكيد في سؤال برضو بيدور في الذهن من يتابعنا، حتى إذا ذكرت شخص بسوء وهذا الشخص فيه هذه الصفة، تمام، يعني ولدي مثلا الدليل أن هذا الشخص سيء وأنه يقوم بسلوكيات يعني وتصرفات خاطئة وغير يعني غير سليمة وغير متفقة مع الشر، حتى وإن كانت هذه الصفات السيئة في هذا الشخص ولدي الدليل عليها، لا أتحدث عنها؟ لا، في هنا بقى أمر تاني. إذا كان الكلام على بغير حاجة، يعني أنت لماذا تتحدث عنه؟ والله أنا عايزين دينا بنفتح مجال كما قال الدكتورة بنفتح مجال، لا ده ما ينفعش حرام. أما إذا كان أنت بتعرف به، يعني مثلا إنسان به عاهة، إنسان يتعاطى أمرا مخدرا مثلا من المخدرات أو غيره، وإنسان آخر يسأل عليه فلان فين؟ فلان مين؟ فلان الفلان مش عارف، فلان اللي بيتعاطى كذا، هنا مش ماهيش حرام. ليه؟ لأن أنا بصف هذا الرجل بهذا الأمر. في عندنا علماء اسمهم علماء الجرح والتعديل، دول اللي بيتكلموا على الناس صيانة لدين الله عز وجل، يقول ده فلان ده كان بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلان ده كان صادق. بس لازم مولانا أملك الدليل على ذلك. لابد لأن من غير دليل ادعاء. ما تدخلش في باب الستر، يعني أنا ممكن أستر على هذا الشخص. إذا كان يرتجى ستره أستر عليه، يعني إذا ما تذكرش اللي سيء فيه. لا ما تذكرش. لا أنا مش فاهمة يعني إيه يرتجى ستره. يعني إيه؟ يعني حضرتك دلوقتي ستره زي ما حضرتك مش فاهمة يعني إيه يرتجى ستره. يرتجى ستره يعني الأمر لم يرفع إلى القضاء بعد. إذا رفع الأمر للقضاء، بمعنى إنسان مثلا اتهم في مسألة من المسائل وأنا شاهد على هذا الأمر، طيب أنا لما أدعى إلى الشهادة أبين الشهادة ولا أكتم الشهادة؟ لا أبين الشهادة. أبين الشهادة ليه؟ لأن الأمر رفع إلى القضاء، الأمر وسد إلى جهة أعلى تفصل فيه. أما لا فضلتك الموضوع لو إحنا بنتكلم عن العموم، يعني ما فيهوش قضاء في العموم، في قاعدة كده. لا في العموم حضرتك تقول لي محمد عبده راجل طيب أقول لك لا راجل مش طيب، أو العكس مثلا. في يعني العموم الستر مطلوب حتى ولو فعل جرما، لو أن إنسان ما حذرش اللي قدامه أحذره، ولكن لو فعل جرما حتى أنا أستر عليه. لا أفضح. شوف لا أفضح. شوف حضرتك في عندنا صحابي من الصحابة اسمه سيدنا ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا ماعز وقع في الزنا،
زنى وفعل الفاحشة فعلا، وبعد ما وقع في الزنا نفسه الطيبة يعني التي تدعوه إلى الخير، اللوامة التي تلومه لماذا فعلت هذا يا ماعز، فذهب سيدنا ماعز إلى أحد أصحابه اسمه سيدنا هزال. سيدنا ماعز بيقول لسيدنا هزال: يا هزال، أتدري أنا وقعت في الزنا وفعلت وفعلت وفعلت. سيدنا هزال كان الواجب عليه يقول لسيدنا ماعز إيه؟ خلاص أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل ولا تخبر أحدا والله غفور رحيم. لكن سيدنا هزال قال له إيه؟ يا ماعز، قم من أمامي الآن واذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ما صنعت، فلعل أن ينزل فيك قرآن يفضحك إلى يوم القيامة. سيدنا ماعز جاي لسيدنا هزال بيشكيله أعمل إيه؟ سيدنا هزال قال له: لا، قم دلوقتي روح افضح نفسك، افضح نفسك. وهو يعني هذا الأمر يعني أمر وقع حقيقة. فلما ذهب سيدنا ماعز إلى رسول الله، سيدنا النبي حاول بكل الطرق يدرأ الحد عن سيدنا ماعز: لعلك كذا، لعلك كذا، أنت بيك كذا، أنت ربما شربت خمرة، حتى لا يتم تطبيق الحد، حتى لا يقع تطبيق الحد عليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يقول: لعلك شربت خمرا، يمكن انت استنكهوه، حد يقوم يشم فاه، لعلك. ويقول له: لا والله يا رسول الله، لقد وقعت في الزنا. فلما اقيم عليه الحد، هنا الشاهد، لما اقيم عليه الحد ومات سيدنا ماعز بعد اقامه الحد عليه الرجم، نظر صلى الله عليه وسلم الى هزال الذي قال له: قم واذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا هزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. لو انك سترته بثوبك وقلت له: يا ماعز، استر على نفسك وتب إلى الله عز وجل وخاف ربك ولا تخبر أحدا، فهنا الأمر حتى لو وقع منك ما وقع أو وقع من الإنسان ما وقع لا يكون مدعى للسخرية ولا مدعى للخوض في الأعراض ولا مدعى للكلام على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مبدأ عظيما: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. يعني الوضع يخوف، احنا خفنا، لأن في حاجات بسيطة جدا كنا متخيلينها حاجات عادية، النفس اللوامة بس اللي بتأكد على الواحد لا ما تجيبش سيرة، لا يعني في حاجات كتير جدا احنا متخيلينها عادية تقع تحت الإثم يعني. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيدنا معاذ بيسأله: يا رسول الله، هل نؤاخذ يعني بحصائد ألسنتنا؟ يعني الكلام الفلتات ده، أنا بضحك على فلان، بهزر على فلان، بتنمر على فلان، حتى الأمور البسيطة، الكتابات حتى على المنشورات على الفيس أو غيره، الناس ربما احنا بنشوف النهاردة ترندات تطلع: فضيحة فلان، فضيحة فلانة، ما كل ده كلها داخل تحت الغيبة وداخل تحت النميمة وداخل تحت الفضيحة وكلها حرام. حتى الإمام الذهبي يقول رحمه الله تعالى، يقول الذهبي: وما من كاتب، اللي بيكتب منشورات بقى وينشرها على صفحته وفضيحة فلان وانظر ما وقع فلان وما قال فلان وما تحدث به فلان، يقول: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. سيدنا معاذ لما يسأل سيدنا النبي: وإنا لمؤاخذون بحصائد ألسنتنا، يعني الحاجات البسيطة دي يا رسول الله هنؤاخذ عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني يا ليت أمك قد يعني وقعت عليك وهي تلدك فمت. وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحاجات البسيطة. ولذلك ربنا يقول إيه في القرآن؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الحاجات اللي احنا بنشوفها بسيطة اللي ربنا بينها في القرآن: وتحسبونه هينا، عادي يعني، عادي، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهو كل لفظ يعني عليه رقيب، ما يلفظ كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلازم نتفكر في الكلام، كل كلمة يعني نلفظها بألسنتنا نتفكر فيها بشكل جيد. أخيرا مولانا، من يقع في هذه المعصية أو وهذا المنكر يعني اللي هو حرام شرعا كما ذكرت في بداية الحوار، ويريد أن يتوب إلى الله تعالى ويريد أن يتخلى عن هذه الصفة السيئة، لأنه أصبحت صفة موجودة في الأحاديث والمجتمعات والأماكن اللي احنا بنقعد فيها دايما، الناس بتستسهل الكلام عن الآخرين، إيه الخطوات اللي يعملها حتى يترك هذه الصفة؟ عذرا فضيلة الشيخ، في أقل من نصف دقيقة لأن موعد مجلس. الخطوات اتنين: الأولى يستغفر إذا كان الأمر غير مترتب به حكم أو لم يترتب ضرر على الشخص الآخر. فإذا ترتب عليه ضرر على الشخص الآخر لابد عليه أن يذهب إليه وأن يستسمحه ويطلب العفو منه، والله أعلم. جميل.
فضيلة الشيخ هشام محمد المرصفي الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجود حضرتك معنا. شكرا لحضرتك فضل. دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء، موجز التاسعة صباحا مع هالة الحملاوي، تفضلي هالة. شكرا محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على موقف مصر الراسخ برفض سياسات التصعيد والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها إسرائيل. جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني فوميدو كيشيدا في مستهل زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد، حيث سلم عبد العاطي رئيس الوزراء الياباني رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مجالات التعاون القائمة والعمل على تطلعات الشعبين المصري والياباني الصديقين. من جهته أشار كيشيدا إلى أن مصر شريك هام للغاية بالنسبة لليابان باعتبارها دولة إقليمية كبرى تلعب دورا محوريا وهاما في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن بلاده تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة. وأعرب كيشيدا عن تأييد بلاده للجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد واستمرار إيصال المساعدات لغزة. استشهد وأصيب عدد من المواطنين إثر غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وذلك في اليوم 322 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث أفادت مصادر صحية باستشهاد مواطن إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، بينما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي السياق ذاته أفاد الدفاع المدني بوقوع عدة أصابات بقصف استهدف منزلا بمنطقة الشيماء في بيت لهيا، كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من طائرات الاحتلال على تجمع للمواطنين شرق حي الزيتون في مدينة غزة. هذا وأصيب شاب بالرصاص الحي واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس والبلدة القديمة فيها. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز الطور وداهمت عددا من المناطق، في غضون ذلك اندلعت مواجهات واشتباكات في أحياء نابلس وتحديدا في بلدتها القديمة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة. وقعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في جاكرتا، يأتي ذلك بعدما حاول حلفاء الرئيس الإندونيسي المنتهي ولايته جوكو ويدودو تعديل قواعد انتخابية. وتزامنا مع تظاهر الآلاف خارج البرلمان، أعلن نائب رئيس البرلمان صوفمي داسكو التخلي عن التعديل المقترح في هذه الانتخابات المتوقع أن تجري في نوفمبر. وقال المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية إن الحكومة تأمل ألا تنتشر معلومات مضللة أو افتراءات من شأنها إثارة الفوضى والعنف. صادقت المحكمة العليا الفنزويلية على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية والتي جرت في يوليو، ورفضت نتائجها المعارضة. وأكدت المحكمة أن بطاقات الاقتراع الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني مدعومة بمحاضر الفرز الصادرة عن كل آلة من آلات التصويت تتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية. وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الوطني الانتخابي، والذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت فيه المعارضة والعديد من المراقبين. ورياضيا، توجت لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة النسائية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الإسكندرية مرام محمد بالميدالية البرونزية في وزن 65 كيلوغراما ببطولة العالم تحت 17 عاما والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان. ونجحت البطلة المصرية في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطلة الصين بالتثبيت بنتيجة 10-0. وكانت مرام محمد قد فازت في الدور ثمن النهائي على بطلة
تونس بالتثبيت، كما حققت الفوز على بطلة تركيا في ربع النهائي، وخسرت في نصف النهائي من بطلة الهند لتنافس على البرونزية. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. ضغوط العمل واحدة من الإشكاليات النفسية اللي ممكن تقابلنا في فترات في حياتنا، أكيد لما بتقابلنا لازم نتغلب عليها ونتعامل معاها على إنها جزء من حياتنا اليومية، حاجة أعتقد ما فيش منها هرب، لأن لازم نتعود عليها عشان نقدر نعرف نشتغل كويس، نبني مستقبل مهني محترم، تبقى الأمور ماشية بشكل هادي صحي متزن، ما نبقاش قاعدين طول الوقت مضغوطين وطول الوقت قاعدين نحس إن إحنا زعلانين ومتضايقين وبنشكي همنا. مفيش شغل يا منا ما فيهوش ضغط، يعني سواء في الوقت، عدد ساعات العمل، ضغوط نفسية، كل شغل بنشتغله أي مهنة أكيد فيها نوع من أنواع الضغط، ودي طبعا مشكلة نفسية. هنحاول نتعرف مع حضراتكم في الفقرة دي ازاي نتغلب عليها، ازاي نتعامل مع ضغوط العمل اليومي عشان الصحة النفسية تبقى كده متزنة والحياة تمشي بهدوء. معانا في الاستوديو الأستاذة إيمان ممتاز، استشاري الصحة النفسية، نتعرف منها أكتر على ازاي نتعامل نفسيا مع ضغوط العمل. صباح لحضرتك، منورانا. صباح الخير على حضرتك وعليكي وعلى كل المشاهدين، وانا عارفه ان الموضوع ده يعني بيهم شريحه كبيره جدا. فكره الشغل او فكره ان انا مضغوطه وخاصه الضغط في العمل دي حاجه اساسيه لازم نعملها. طب نعرف الاول ايه ضغوط العمل؟ يعني اكيد في حالات كتيره جدا تعاملتي معاها، ناس عندهم او بيشتغلوا تحت ضغط شديد او ستريس شديد، ايه اشكال الضغوط اللي ممكن نواجهها في اعمالنا؟ وخلينا اقول ايه هو اصلا الضغط في العمل. هو تفاعل بين البيئه الخارجيه اللي هي عندي بيئه العمل، وبين هل انا بقدر اعمل ايه، الكفاءه بتاعتي، القدره بتاعتي على العمل. وده هيخلينا نروح لجزئيه ان انا ممكن اكون في نفس الشغله مع زمايل ليا، حد بيقدر ان هو يدير وقته، حد يقدر ان هو يتعامل مع الضغوط اللي حواليه، وفي حد لا. فهي بتختلف بين شخص للتاني، وكيفيه اداره وقتي وكيفيه اداره الضغوط بتاعتي، وانا بفكر في العمل ده بيعمل لي ايه، او انا ايه هدفي في العمل. يمكن معظم الناس ممكن تكون بتشتغل اللي هو بلا هدف، او انا عايز اشتغل عشان يبقى عندي مثلا مبلغ مالي كل شهر، لكن ما عنديش فكره ان انا اطور من نفسي، اطور من مهاراتي. هدف بس هدف واحد، ما اقدرش ان انا في بيئه عمل تكون ضغط عليا الضغط ده كله، ويبقى بس فكره ان انا عشان اخد مرتب لكل شهر. بس اولويات الناس بتختلف. ده هدف، ده اكيد ما هو هدف، بس الاهداف بتاعتي ايه؟ ان يكون عندي انتاجيه في العمل، ان يكون عندي تطوير لمهاراتي المستمر، ان انا يكون حاطط قدامي انا دلوقتي في مكان لازم كمان فتره اكون في مكان اعلى ومكان اعلى، علشان فكره الاستمراريه او فكره ان انت تفضلي في مكانك طول الوقت بدون تحسين للمهارات بتاعتك وتطوراتك في السلم الوظيفي، المشكله كده يعني بتبقى في الاكتر فينا، وساعات بتكون في العمل نفسه. فهي الفكره وجودك في مكان واحد طول الوقت، لازم نراجع نفسنا تحت الضغط، تحت ان انا قاعد في مكاني ما بتحركش، لازم اتحرك كل شويه. ده بيختلف من شخص للتاني ولا ده الصح؟ في حاجة اسمها الصح المطلق، ومن حقنا نحط معايير كده للأشخاص والأهدافهم والأحلامهم واللي يقدروا يتقبلوه واللي ما يقدروش يتقبلوه، ولا ده شيء شخصي نابع من الشخص هو محدد إن هو راضي جدا بمكانه، متصالح جدا مع الفكرة، ومش عايز ادخل ميكس ما بين الرضا وما بين عدم وجود طموح، وان كان عدم وجود طموح ده برضو مقبول، لو شخص ما عندوش ده مقبول من حق. بصي، هو فكره الضغوط هي يعني مش هقول لك مثلا تختلف بين الرجل والمراه او بين مثلا شخص والتاني، لا، احنا خلينا نتفق على قاعده، احنا كلنا بيجي لنا من وقت للتاني بيحصل لنا ضغوط العمل، بس هي الفكره تناول الشخص العادي اللي هو بيفكر خلاص بقى انا صاحي الصبح اللي يحصل يحصل، شغلانه ولا اكتر، انا باخد يعني عشان في الاخر اقبض المرتب بتاعي، وبين شخص تاني قاعد معايا في نفس المكتب، لا انا عندي طموح، او حتى لو هنقول فكره الرضا الوظيفي، انا موافق في الفتره الزمنيه اللي انا
موجود فيها ان انا اوكي انا هفضل هنا. فانا كده كده رايح الشغل، الاثنين رايحين، بس اعمله كويس، اعمل احسن انتاجيه. بالظبط كده، يكون في ضمير في شغلي طبعا. لما اطلع انتاج افضل ده هي يعني هيعود عليا فكره ان انا هبقى مبسوط قد ايه، انا شايف المدير بتاعي مبسوط مني، الحاجه اللي ورايا اللي انا او التاسك المفروض ان انا اعمله دلوقتي انا عملته. لان من الضغوط في العمل ان انا ورايا حاجات كتير وقاعد متضايق وعمال اضغط على نفسي، طب الوقت اللي انت خدته في فكره ان انت عمال تضغط على نفسك ومتوتر وقلقان، طب انا ادير وقتي بشكل جيد واشوف ايه الاولويات. ده هسالك السؤال ده استاذه ايمان، لانه من اكتر انواع الضغوط اللي بنتعرض ليها في مهن مختلفه هي عدد ساعات العمل او عدد ايام العمل. في بعض المهن بتتطلب عمل بشكل يومي، ممكن في اليوم الواحد عدد ساعات كبير بيمتد لاكثر من 10 ساعات يوميا. الفئه دي اللي بتتعرض الى سيف الوقت، انه في وقت يعني بلتزم بيه يوميا وعدد ساعات من العمل، الشخص ده يدير وقته ازاي؟ وهل لازم زي ما بيقولوا كده يفصل بعد ايام معينه من العمل؟ هذا الشخص يدير حياته ازاي؟ بس في يعني فن اداره الوقت ده مهم جدا جدا في حياتنا كلها، وحتى في فكره ان انا بشتغل عدد ساعات طويله. يعني ايه الاولويه بتاعتي؟ طب انا هصحى الصبح هعمل ايه؟ نجيب نقطة صغيرة واشوف انا عندي ايه مهمة كبيرة بقسمها لمهام صغيرة. طب ايه العاجل؟ ايه العاجل بس غير هام؟ طب اعمل العاجل والهام الاول، وهكذا. فكرة اولويات وفكرة انا بعمل ايه او انا عايز اوصل لاني خطوة، وايه الخطوة اللي انا لو ما عملتهاش دلوقتي هتحصل لي مشكلة، بس في خطوة ممكن تكون مؤجلة. ففكرة ان انا برتب ايه الاولويات بتاعتي ده هيفيدني جدا. طب انا غصب عني بشتغل 10 ساعات في اليوم وساعات 12 ساعة كمان، وممكن غصب عني. انا عايز اقطعك معلش، خلينا نتفق ان احنا بنحاول نكلم الاغلب الاعم، مش فقط ذوي الياقات البيضاء اللي عندهم مواعيد عمل محددة. احنا عارفين ان في بعض الاعمال بيبقى فيه فترات عمل، خلينا ما نقولش عدد ساعات معين، لان 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعه ده قد يكون رفاهيه بالنسبه لانواع كتير من الشغل. العمل اليدوي ما بيتقاس بعدد الساعات قد ما بيتقاس بالمجهود البدني كمان. فخلينا مش بس فقط الانتاجيه، انا قصدي المجهود اللي بيقدمه الشخص للعمل. احنا من هنا مش بنقيمها بالعدد الساعات قد ما بنقيمها على مقدره الشخص على انه يبقى مستمر في يومه او يكتفي بهذا القدر منه. بالظبط كده. وعلى فكره في بعض الاعمال مش فكره مجهود البدني، لا انا كده كده عندي مجهود، يعني ساعات بيبقى المجهود الذهني او المسؤوليه اللي انا محطوط فيها ممكن تبقى اقوى بكتير عليا وضغوطها النفسيه عليا اكتر من ان انا عامل بشتغل شغل يدوي. وخاصه الناس اللي بتشتغل وبتكمل بشغلها بتروح البيت، يعني انا خرجت من البيت بسيب كل مشاكلي اللي في البيت وبركز في شغلي، خلصت شغلي بسيب كل الشغل خلاص واروح البيت ابدا اشوف هو انا مين، انا بعمل ايه، فين نفسي، فين الوقت بتاعي. كلنا عندنا ال 24 ساعه. الفرق ممكن بيني وبين حضرتك وبين حضرتك ان انتوا بتديروا وقتكم وانا مش عارفه ادير وقتي. بضيع وقتي في الحاجات اللي بنقول بتسرق وقتنا، ممكن بقعد اعمل يعني اقعد مثلا اتصفح السوشيال ميديا بلا هدف. ممكن مثلا يا جمال تضيع الوقت واحنا قاعدين بنتصفح السوشيال ميديا. مهم مثلا الرياضه، يعني الرياضه من الحاجات طبعا اللي بتقلل الضغوط وبتخلي حتى صحتنا احسن حتى ان احنا نقدر نشتغل. وبنقول الرياضه يعني المشي، لا عايز نادي ولا عايز مثلا مبلغ مادي كبير، انا ممكن بطريقه بسيطه جدا صحيح امارس رياضه المشي حتى 3 مرات في الاسبوع. التواصل الاجتماعي مع عيلتي بالضبط ده مهم جدا، لأن مع عيلتي واصدقائي وغيره قضت للاسف على فكره التواصل. انا هعمل حاجه هتواصل اجتماعيا او هتصل بالتليفون، لو خرجنا مع بعض مع ناس احنا بنحبهم وبدانا نتكلم حتى ساعه ساعتين الموضوع هيفك الضغوط كمان مع الزمايل بتوع العمل نفسهم في البريك. طيب احنا اتكلمنا عن ضغط الوقت، في ضغط كمان من ضغوط العمل هي بيئه العمل، بيئه العمل المحيطه، علاقتي بزملائي في العمل، علاقتي بالمدير، مديري في العمل. دي في بعض الأحيان بتكون ضغوط على العامل نفسه أو الموظف نفسه، وما بيعرفش يدير علاقاته بزميله أو بمديره بشكل جيد. إزاي ممكن الشخص ده يتفادى هذا النوع من الضغوطات؟ يعني ضغوط بيئة العمل أو لو بيئة العمل غير مناسبة هي من الأسباب الرئيسية للضغط النفسي اللي بيجي من الشغل بتاعنا. غصب عنك أنت رايحة كل يوم لزمايل مثلا في بينهم تنافس بصورة غير شريفة، أو في ناس اللي بتوقع بين بعض، أو أن أنا مثلا ممكن أروح لمديري أقول له كلمة وحشة أو أحاول أن أنا أوصل لحاجة أعلى ممكن مديري يكون متسلط. ففكرة بيئة العمل لو هي غير مناسبة، عشان كده بنقول المدير الشاطر اللي بيشوف بيئة العمل تناسب العامل
العاملين وتجذبهم للمؤسسة اللي هو موجود فيها ولا لا، فكرة ان انا بتعامل انسانيا قبل ما اتعامل في انا عندي قوانين ولوائح تحكم هذا العمل، بس فين البيئة الانسانية؟ في بعض الاعمال عاملة ازاي يعني زي مثلا ممكن مثلا جروب، احنا مثلا حد اتجوز، عيد ميلاد شخص هنعمله مفاجأة، حد طلع المعاش نعمله مثلا حفلة كبيرة، الحاجات الصغيرة دي نسأل على بعض، يعني ما يبقاش حضرتك مثلا في الشغل طول النهار ولما تتعب ما يبقاش في حد واقف جنبك. فكرة ان انا حتى لو في ضغوط وتنافس بيني وبين الناس اللي معايا او زمايلي في الشغل، يبقى وقت ما نحتاج بعض خارج العمل نكون موجودين. فكرة ان انا ممكن اتكلم معاهم في بعض الاعمال فيها بريك في النص، ليه ما نتغداش مع بعض او نتكلم، او انا قصدي فكرة ان احنا بنقرب من بعض. وزي ما قلتلك المدير الشاطر اللي هو اللي بيكون القائد، اللي بيكون انت عندك كتيبة انت القائد بتاعها، كلكم ماشيين مع بعض بنسمع بعض، مش انا مدير بلقي الاوامر ومليش دعوة انت نفسيتك تعبانة، المكان اللي حواليك مش مناسب مش ملائم، يمكن المكان اللي انت قاعد فيه مش مناسب للعمل اللي انت مكلف بيه كمان. طيب انا موجودة، مش انا منا يعني انا اي شخص فينا موجود في بيئة عمل مش مريحية، وزي ما حضرتك بتقولي الأجواء بتاعت العمل مش مريحة، وقد يكون في ضغوط كمان من عدد ساعات العمل أو مجهود كبير موجود في العمل. أنا بقى شغلتي أعمل إيه علشان مهما كانت الضغوط أقدر أحافظ على سلامي النفسي؟ بحيك على السؤال ده جدا. شكرا. لأن الضغوط النفسية أنا البطل الحكاية، يعني أنا اللي بشوف أنا أقدر أعمل إيه. لما بنيجي نغير بنغير نفسنا، ما بغيرش اللي حوالي، أنا بحاول ممكن أتكلم مع مديري على عدد ساعات العمل على الطريقة، لكن في الآخر أنا بعمل إيه لنفسي. زي ما قلنا ترتيب الوقت، هتلاقي لنفسك وقت ساعة أو ساعتين، زي ما قلنا ممارسة الرياضة، فكرة إن أنا أحسن بيئة العمل، أحط على المكتب بتاعي حاجة لطيفة تحسسني إن أنا مبسوطة، أجيب لنفسي حاجة أشرب فيها مثلا اللي أنا بشربه الصبح مثلا الشاي بتاعي أو النسكافيه، أحس إن أنا بدلع نفسي حتى في بيئه العمل، اللي هو انا ما بيبقاش الدنيا كلها ضغوطات. في حاجه حلوه قوي ان انت لو انت اعمال مكتبيه مثلا ممكن تشتغل 25 دقيقه ونريح 10 دقائق ونرجع حركة الحركه حتى لو لفيت حوالين المكتب وقعدت رحت عملت حاجه المكتب حاجه سخنه لزمايلك اللي حواليك ممكن نقول حاجه لطيفه لزمايلنا، الابتسامه طبعا سواء انا داخل الشغل او انا منتظر، او ده ضغط زياده يعني ابقى انا داخل وتعبان ومرهق وكمان ابتسم. على فكره الابتسامه هتقولي صباح، احنا عايزين نبقى مبسوطين، لان انت كده كده خلي بالك لما يكون في حاجه انت مرغمه عليها فانت لازم تعمليها وانت مبسوطه، هي الابتسامه دي. ايوه سريعا انا مثلا ازاي افصل ما بين همومي ومشاكلي الشخصيه، لانه في ضغوط حياتيه على كل الناس، فازاي يحصل الفصل ده؟ لانه انا رايح شغلي عندي مشاكل مثلا معينه في البيت، عندي بفكر في ضغوط اقتصاديه اقساط اي حاجه، إزاي يحصل الفصل ده ما بين ما هو شخصي حياتي الشخصية وما هو مهني وعملي؟ إن أنا أول ما أوصل مكان الشغل قبل ما أطلع خلاص أنا هقول لنفسي أنا دلوقتي داخل على ضغط جديد، فأنا لو فضلت أفكر في الضغط القديم اللي موجود في البيت والضغط اللي أنا موجود هنفجر. فيه أو بفكرة يعني بنسميها اللياقة الذهنية أو هنا والآن، أنا فين دلوقتي؟ قاعد على مكتبي في شغلي، لا هفكر في ماضي اللي هو كان من ساعة وحاجة مضايقاني أو أنا سايق في الطريق أو ضغوط وأعباء مادية، ولا هشغل نفسي بمستقبل اللي هو كمان ساعة أنا هركب عربيتي وأرجع البيت للضغوط. أنا مركز دي في اللحظة هنا والآن، الدور اللي أنا بعمله دلوقتي بالظبط، دي مهمة جدا جدا، مش بتخليك بقى ماشي شايل هموم حصلت وهموم لسه هتيجي، اخليني في الحاجه اللي انا بعملها كمان انا عقلي هيبدا ان هو يفكر ان انا هركز في اللي انا بعمله، فبالتالي انا حتى هيبقى الشغل بتاعي افضل. ممكن جدا لما بشغل نفسي بالشغل واجي افكر تاني وانا مروح بنفس المشكله مش يبقى ذهني صافي اكتر. بيعرفوا يعملوا ده، مش ناس كتير قوي بالتدريب بيقدروا كل حاجه ده. يعني هي عايزه تدريب نفسي بالظبط، ادرب نفسي انه انا اشتغل او اعمل اللحظه اللي انا عايشها دلوقتي، الدور اللي هو دلوقتي دوري كموظف كعامل كأي حاجة بالظبط. وخلينا نقول ان انا بدرب نفسي مرة واثنين وثلاثة، لكن لو انا وصلت لأعراض بقى جسدية، يعني في أعراض سايكوسماتيك أو نفس جسدية، جسمك اللي بيتكلم، انت مرتحتش طب انت هتقعد بقى في البيت، يبدأ يجي لك نقص مناعة، يبدأ ندخل في ضغط دم، في ناس بيجي لها سكر الدم وهكذا. فأنا ليه يعني ما اديش وقتي أو وقت لنفسي إن أنا أرتاح بنفسي بدل ما جسمي يضغطني، وإن أنا أخد أجازة أو بنسميها بقى استراحة محاربة، لو أنت جسمك مش مستحمل فبتبدأ ترتاح، بدل ما يجيلك الوقت ده في وقت أنت مضغوط وعندك ضغوط عمل وما ينفعش إن أنت تستأذن منها، ما أخد أنا لنفسي الوقت الراحة ده أو يوم الأجازة أستغله الاستغلال الأمثل ليا. أكيد. طيب خلينا نقوم إن إحنا مش قادرين نتحرك،
نخرج من المكان اللي فيه الضغوط، ولا نقول ليس في الامكان ابدا من مكان ونتعامل مع الموجود؟ بصي، هو طالما انت موجوده في شغل والشغل ده مريح ليكي، احنا بنفكر بالعقل، يعني لما يكون عندي افكار وبفكر بالمنطق وبالعقل ما خليش المشاعر هي اللي تخليني اخد القرار. يعني ممكن مشاعر غضب، ممكن مشاعر حزن، ممكن مشاعر انا عايزه اكون افضل من كده. دايما اشوف بالمنطق وبالافكار، بالورقه والقلم، انا شغلي الحالي ده مناسب ليا ولا لا؟ مناسب لامكانياتي وقدراتي، ولا انا محتاج اشوف حاجه اعلى؟ طالما مناسب ليا بحاول اتكيف مع ضغوط العمل، بس مش لوحدي، يعني احاول اشوف زملاء العمل، احاول اشوف مثلا المدير، احاول اشوف الحاجات اللي ممكن تحسن بيئه العمل، بحيث ان انا اقدر ان انا اكمل في العمل ده. لكن فكره ان انا لو كل عمل انا ما ارتحتش فيه همشي، يعني حاجه مش منطقيه، محدش هيشتغل. بالظبط. ربنا يخفف يا رب الضغوط على كل الناس اللي بيتعرضوا لضغوط. العمل هي ضغوط طبيعيه، هي الحياه كده، الحياه محتاجه ضغط ومحتاجه انك انت تشتغل، لكن ازاي تتفادى هذه الضغوط عشان صحتك النفسيه. بالزبط. دي اهم حاجه. شكرا على الروشتة النفسية اللي حضرتك قلتها لنا. الأستاذة إيمان ممتاز استشاري الصحة النفسية، نورتينا وشرفتينا النهارده. ميرسي جدا ليكم. صباح الخير. صباح النور. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا. يلا نروح مع حضراتكم لجمال وسحر الطبيعة اللي بنشوفه كل يوم في العالمين الجديدة، نشوف آخر الأخبار هناك إيه النهاردة مع زميلنا كريم بيبرز. بتصبح عليك كريم، صباح الفل. صباح الفل والجمال يا محمد، صباح الفل يا منى، صباح الخير على جميع مشاهدي، صباح الخير يا مصر. فعلا مدينة السحر والجمال، أكتر حاجة مميزة في مدينة العالمين الجديدة هي لون البحر. الحقيقة لون المية الحقيقة بيخلي إقبال الناس دايما، حتى لما تكون الدنيا حارة، حتى لما تكون الدنيا فيها رطوبة، لكن الناس بتنزل مخصوص وتقعد تتفرج على جمال المية. أوقات بتنزل المية كمان الحقيقة هنا في العالمين الجديدة، ودي من أهم النشاطات اللي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة. النهاردة الحقيقة محمد يعني يوم مليء بالفعاليات المختلفة. خليني أقول لك إنه الفعاليات الرياضية بشكل عام في مهرجان العالمين الجديدة كان ليها نصيب الأسد، والحقيقة إن هي استهدفت جميع الفئات العمرية. يعني كنا بنلاقي حاجات للأطفال، وبنلاقي حاجات للشباب، وبنلاقي حاجات للكبار، وبنلاقي حاجات للأساطير بشكل عام في الألعاب المعروفة، كرة السلة، كرة الطايرة، وكرة القدم. النهاردة كمان يوم رياضي بامتياز. يعني على سبيل المثال بداية من الساعة 2 هتبتدي الفعاليات الرياضية، والحقيقة إنه الفعاليات بشكل عام الترفيهية هتكون موجودة في المنطقة الترفيهية اللي أنا متواجد فيها دلوقتي. يعني أول حاجة هتبتدي النهاردة استكمالا لفعاليات الموتور ويك في سباق السيارات ورالي السيارات والدراجينج، هيكون موجود هنا، هيشارك فيه عدد كبير جدا من العربيات، بيكون في تجهيز للشارع الموازي للمنطقة الترفيهية، تجهيز واستعدادات مرورية واستعدادات أمنية بشكل عام لتجهيز الطريق لسباق السرعة، وده سباق شديد السرعة للسيارات، وسباق كمان الدراجينج، وبشارك فيه الحقيقة يعني عدد كبير من الشباب ومن البنات كمان بيشاركوا في السباق ده، وده الحقيقه حاجه مميزه انه متنوع في المشاركات بشكل عام. لكن كمان بجانب سباق السيارات هيكون في سباق للدراجات الناريه، وهيكون في بشكل عام معارض للدراجات الناريه وكمان للسيارات ومعارض للسيارات. بالاضافه لده الحقيقه كمان في نفس المنطقه هنا الساعه 4 هتبتدي فعاليات لبطوله كره السله. يمكن احنا رصدنا خلال ايام المهرجان اللي فاتت كلها الفعاليات اللي بتيجي في نهايه كل اسبوع، يعني بيكون في فعاليات لكره السله، كره الطايره، كره القدم، البادل، كل ده بيكون موجود طول الوقت. والحقيقه انه كمان من اللعب المهمه جدا اللي كان تسلطوا عليها الضوء في مهرجان العالمين الجديده هي لعبه الكورف بول، ودي اللعبه اللي هي مزيج ما بين كره السله والهاند بول في نفس الوقت، لكن هي الحقيقه بتتلعب هنا على الشط، ودي بقى لها سنتين بس في مصر. لكن حقيقه مهرجان العالمين الجديده قرر ان هو يشارك فيه، او يكون فيه العاب مختلفه ومتنوعه وليه تستهدف زي ما قلنا جميع الفئات العمرية. بالإضافة كمان للفعاليات الرياضية الحقيقة اللي موجودة هنا في المنطقة الترفيهية، واحدة من أهم الفعاليات اللي هتتعمل في النورث سكوير النهاردة هي بطولة الـ MMA. بطولة الـ MMA أو الفنون القتالية المختلطة الـ Mixed Martial Arts، الحقيقة إنه يعني كان ليها مؤتمر صحفي امبارح، وهيكون مشارك فيها 8 جنسيات، وهيكون فيها 24 لاعب، وهيكون فيها سيدتين الحقيقة هيتنافسوا على السيدتين هيتنافسوا على بطولة العالم في الـ MMA. والـ MMA دي يمكن اللي
ما يعرفهاش هي الفنون القتالية المختلطة. بتلاقي انه اللاعب بيلعب كذا لعبة في نفس الوقت، بيلعب مثلا جودو، بيلعب جوجيتسو، بيلعب تايكوندو، بيلعب بوكسنج وكيك بوكسنج، بيبقى عنده كذا مهارة من دي، وبيكون عبارة عن قفص حديدي جواه المتسابقين. لكن المرة دي هي هتتلعب على شط العالمين الجديدة في النورث سكوير، والحقيقة انه دي مستمرة على هتبتدي من 8 بالليل النهاردة، وبمشاركة لعيبة من مصر ومن بره مصر كمان. بالإضافة كمان للفعاليات دي، كل الناس كانت في انتظار النهاردة الحفل الخاص اللي هيكون موجود في اليو أرينا الناحية التانية، وده حفل طبعا فرقة كايروكي، وهيكون كمان ضيف الاحتفال النهاردة هو طبعا المغني تو ليت. الحقيقة انه عليها إقبال كبير جدا الحفلة، الناس كلها بتحجز التذاكر من بدري جدا، ولسه الإقبال مستمر، وبيحاولوا يحجزوا آخر يعني التذاكر الموجودة، خلاص اللي هيلحق التذاكر الأخيرة النهاردة علشان يدخل الحفلة اللي هتكون موجودة في اليو أرينا اللي هتبتدي الساعة 10 بالليل. بالإضافة لده الحقيقة إنه الفعاليات الترفيهية والثقافية بشكل عام اللي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة مستمرة تقريبا يوم أو يوم لأ. يعني مثلا الممشى السياحي أو المنطقة الترفيهية اللي أنا موجودة فيها اللي أنا موجود فيها دلوقتي بيكون فيها عروض للفنون الشعبية، بيكون فيها عروض للفنون الثقافية، بيكون فيها عروض للفرق بشكل عام والسيرك القومي، وبيكون في تفاعل كبير جدا الحقيقة ما بين يعني الأهالي وما بين الأطفال وما بين يعني الفرقة نفسها، بيشاركوا في العروض اللي بتبقى موجودة، بيبقى حقيقة موضوع جميل جدا. لكن كمان الحقيقة انه الممشى السياحي في العالمين الجديدة هنا عمل حاجة مهمة جدا، ادى مساحات مختلفة لجميع الألعاب تكون موجودة. يعني مثلا عادوا مكان معين لتأجير العجل، يعني تلاقي الأطفال موجودين بيأجروا العجل، تلاقي الأهالي موجودين، الشباب موجودة. ومن اللقطات اللي بتبقى إنسانية وجميلة ولذة جدا بنشوفها تقريبا يوم ويوم لا، يعني بنلاقي العائلات معاهم أطفالهم بيعلموهم يركبوا العجل ويسوقوا العجل، وتبقى يعني لحظات من اللحظات العائلية الجميلة اللي بنرصدها هنا في المهرجان. وأكيد خلاص احنا في انتظار آخر أسبوع في مهرجان العالمين الجديدة، هنتابع أكيد فعالياته سوا وبرجع لكم مرة تانية. شكرك كريم على كل التفاصيل. خلاص احنا زي ما انت بتقول لنا الاسبوع الاخير في مهرجان العالمين الجديده انشطه كتير متنوعه زي ما قلت لنا دلوقتي على الهوا. بنشكرك كريم بيبرز زميلنا موفد القناه الاولى لمهرجان العالمين الجديده. خلينا بقى نتحول لموضوع تاني. من كام يوم كان عندنا تتويج بطل من ابطالنا في لعبه الماي تاي، وهو لاعب المنتخب المصري للعبه احمد اسماعيل، اللي قدر انه يحقق الفوز في مباراه الاحتراف اللي اتلعبت ضمن منافسات بطوله العرب للمحترفين في مدينه ابو ظبي بدوله الامارات العربيه. احمد اسماعيل قدم اداء قوي وبطولي ورجولي جدا خلال منافسات البطوله، وتم تكريمه بميداليه البطوله على ادائه الاستثنائي اللي قدمه اثناء النزال الاخير. احمد معانا على الهوا، بنبارك له ونقول لك الف الف مبروك البطوله العرب احمد. الله يبارك في حضرتك وسلم يا رب. طب كلمنا بداية عن المشاركة، وناس كتير ممكن ما يعرفوش وأنا منهم، لعبة الماي تاي. والله هي لعبة قديمة جدا زي تراث كده عن في تايلاند. اللعبة بتعتمد على كل أطراف أجسامنا، اللي هو البوكس، إيد، الكوع، الركبة والقدم طبعا. ويبقى فيها حاجه زي اسمها زي كلينش، ان انا امسك انا وزميلي مع بعض. وفي برضو الى حد ما زي طرح كده، اللي هو ان انا ممكن اعلق واوقع يعني. في مجموعه من الالعاب القتاليه في لعبه واحده. بالظبط كده. تمام. طيب احمد، احنا مصر استضافت البطوله الافريقيه يمكن من عدد من الاشهر قليل، وقدرنا نحقق وصفه البطوله برصيد 19 ميداليه في البطوله الافريقيه. فكره وجود عدد كبير من اللاعبين قدروا يحققوا هذا العدد الكبير من الميداليات في البطوله الافريقيه برغم عدم شهره اللعبه، او احنا مش متخيلين ان احنا عارفينها، وكنا متخيلين عدد لاعبينها اقل بكتير. بالظبط، اللعبة بدأت تنتشر عندنا هنا في مصر قوي، هي منتشرة جدا بره يعني في دول أوروبا بالذات، وفي الوطن العربي بدأت تنتشر في آخر فترة. فعندنا الحمد لله في مصر احنا لسه، هي عندنا من بدري، بس هي لسه الاتحاد كان فترة قريبة لسه بادئ ان هو يتعمل وبقى رسمي، بقينا نلعب البطولات باسمه وكده. فالحمد لله احنا يعني عندنا ناس. الاتحاد اتشكل بقاله قد ايه؟ تقريبا ممكن سنتين. من ساعه مشاركه مصر في بطوله العالم في تايلاند ولا من قبلها؟ من قبلها يعني ممكن سنتين ونص حاجه زي كده.
عظيم. احمد كلمنا بقى عن بطوله العرب للمحترفين اللي اقيمت في ابو ظبي، وانت حصلت على الميداليه الخاصه بالاداء الاستثنائي. كلمنا عن كواليس البطوله، المشاركه والمنافسه كانت عامله ازاي؟ والله كانت بطوله قويه جدا، كانت من احسن البطولات اللي اتعملت الفتره اللي فاتت. كان تنظيم ولا يعني اكثر من رائع الصراحه في دوله الامارات. الاتحاد العربي كان منظم تنظيم بروفيشنال جدا، كان معانا افضل نخبه من الوطن العربي، اللعيبه كلها المحترفه اصلا، ناس كتير محترفه بره بتلعب في انجلترا واللي بيلعب في امريكا وبيلعب في كذا حته، فجمعوا كل الناس اللي هي كويسه وعملوا ايفنت احترافي يعني بشكل كبير جدا. المنافسه كانت قويه جدا بين كل الدول. الحمد لله ربنا كرمنا، لعبت مع لاعب اردني اسمه يامن، لاعب كاردو كان محترف وكان بعسكر في تايلاند، بيجاز في تايلاند وكده ولعب احتراف هناك. ربنا كرمني الحمد لله، لعبنا ماتش كويس جدا الحمد لله، قدرت ان اخلصه ابيض في الجوله الثالثه. تخلصوا ابيض يعني ايه؟ قاضيه. الحمد لله كان ضربه خلصوا قاضيه يعني. معلش انا ما خدتش بالي، اتفضل. خلصت الماتش قاضيه في الجوله الثالثه كي او. فالحمد لله كل الناس اشاد بالمستوى بتاعنا، والحمد لله قدرنا نرفع اسم مصر يعني في البطوله بشكل كويس. كان في حد غيرك يا احمد مشارك من مصر كمان، ولا انت كنت بتمثل مصر؟ كنت انا وكان معايا لاعب كمان، كان هو بطل افريقيا، جاي بطل افريقيا، لعب مع بطل عالم، كان لسه جايب اول عالم السنه اللي فاتت. احنا شاركنا في ميزانين يا احمد مظبوط؟ شاركنا في ميزانين. ميزان كام وميزان كام؟ ميزان 63 وميزان 70. 70 ده الميزان بتاعك؟ طيب فكره بقى الالتزام بالميزان، ودي واحد من الحاجات اللي يعني الناس كتير اتكلمت فيها في الفتره اللي فاتت، وان ازاي اللاعب بيقدر يحافظ على ميزانه وبيحرك نفسه على الميزان حسب كمان المتنافسين اللي معاه. نظامك الغذائي عامل ازاي؟ يومك بيمشي ازاي؟ وبتبقى عارف انت رايح تلعب مع مين ولا لا؟ هو طبعا في الاحتراف بيبقى الدنيا مختلفه شويه غير الهواه. في الاحتراف كده كده بتبقى من قبلها بفتره عارف انت هتلعب مع مين، مبعوت لك الاكونت بتاع اللاعب اللي انت هتلعبه، السي في بتاعه وكده، عشان بيكون الشكل الاحترافي اكتر، انك بتكون دارس الخصم بتاعك. هو نفس الكلام برضو بيكون عارفك عشان الماتش يبقى فيه نديه ويبقى فيه شراسه اكتر يعني. النظام الغذائي بقى ببقى متابع مع حد يعني بتاع تغذيه كويس. انا كنت متابع مع حد اسمه كابتن عبد الله، ده صاحبي وكده، هو اللي كان مظبط لي البلان بتاعت التغذيه بتاعتي طول الفتره اللي فاتت. يعني تقريبا شهر ونص كنت مظبط بلان. عظيم. عشان كنت نزلت من 77 لل 70. لل 70 عشان الميزان. طيب زي ما احنا شايفين في الصور احمد، يعني لعبه المواي تاي لعبه فيها التحامات قويه، يعني لعبه فيها اكثر من اداء قتالي وفيها التحامات شديده وقويه بشكل كبير. ده ما بيخوفش بعض الشيء؟ بيعرضك لبعض المخاطر وازاي بتتفاداها؟ اكيد طبعا اسرتك وهما بيشوفوك في بتلعب اللعبه دي بيبقوا خايفين عليك يعني. اكيد طبعا، والله الموضوع دوت لو حد لسه يعني بادئ وكده بيبقى الدنيا صعبه شويه معاه، بس عشان احنا بقالنا كتير فخلاص يعني. الاسره في الاول كانت بتبقى بتفضل خايفه شويه عليا طبعا، عشان كمان بالذات في الماي تاي سلاح الكوع، يعني الكوع ده اخطر حاجه في اللعبه. لانه فعلا لما بيجي دايما بيبقى فيه تعوير، فالحمد لله ربنا بيكرمنا. نسبه المخاطر يعني فيها او التعرض لاصابات بتبقى عاليه. بتبقى عاليه فعلا، وبالذات البروفيشنال في الاحتراف عشان ما يبقاش فيه اي اوقيه يعني. بنلعب بالجلوفز بس، ما يبقاش فيه اي حاجه ثانيه بنلبسها. فاحنا بنكون متمرنين يعني طول الفتره بنتمرن على كده، اللي احنا ازاي نعرف نتفادى الموضوع، ازاي نعرف ندافع، ازاي نعرف نلعب. فبنفضل فتره كبيره ان احنا نفضل ندرس الموضوع لحد عشان ان شاء الله يبقى اقل خسائر اقل اصابات. لكن كان موضوع هو كده كده بيبقى متعب بالنسبه لنا طبعا. ربنا يسلمك دايما، ومره ثانيه بنقول لك الف الف مبروك احمد اسماعيل لاعب المنتخب المصري للمواي تاي اللي حصل على ميداليه الاداء الاستثنائي في بطوله المحترفين العرب اللي اقيمت في ابو ظبي بدوله الامارات. الف مبروك احمد. وبالخبر الحلو ده نبقى كده خلصنا حلقتنا النهارده. مشاهدينا خلصت حلقتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.